وادي كره خطيره وانفراد يا اخي يا اخي دخلها يا اخي. ممكن ضيعت ايه يا ماكي يا راجل يا راجل؟ انفراد صريح، تيجي تشوطها تقول لك لا، تيجي تجيبها تقول لك ولا عارفين يلعبوا ولا ينيلوا. تعب نفسك ليه يا حاجه وصيفه؟ ما في البت الشغاله الجديده شكلها كده طفشت يا رخرة. طفشت؟ لو انا بطفش الشغالين؟ انا قلت بتطفشي شغالين؟ اهو لو قلت كده، مين دي اللي بتطفش الشغالين يا تاج السيده زينه؟ يا صاحبه المقام العالي يا ست الكل، ده احنا عايشين بحسك في المنطقه دي وايمانات الله. دول هم اللي بيطفشوا عشان اغبية وبولا ده، ومش قادرين يتعاملوا معاك على قد عظمة مخك يا ست أم جعفر، فاكرينك إنسان عادي. آه والله مشكلة نص خلقه إن هما بيتعاملوا مع صفصف على إنها إنسان عادي. بس أنت برضه يا ست الكل عليك شوية طلعات كده ممكن تزعل اللي قدامك منك. أنت كنت ماشي كويس، إيه اللي خلاك تحود يا موكوس؟ ده أنا كنت همد إيدي في جيبي دلوقتي تطلع من أولاك 200 جنيه، دلوقتي همد إيدي على رجلي تطلع من أولاك شبشبين على دماغك. يا أرخص شغالينا، يا عرة موظفينا، أنت هتفهمني ولا إيه يا ولد؟ العفو العفو يا ست الكل، أنا بس العشم كلني. أكلك قطر أقسمك كلوات في أكياس. اتنيل جاي في إيه؟ الست نرجس وأمها الست بتعة كانوا واقفين قدام مسجد السيده زينب يا مصيبتي، وفي حد عدى عليهم بعربيه او ايمانات الله واتحركوا وراه. اتحركوا وشكلهم بقى كده واقعين على دجال جديد. اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا. البت نرجس وامها هيشتغلوا في الاعمال السفليه، مش هيبطلوا. اللهم احفظنا اللهم احفظنا. بت يا دلال، انت يا سرية، انتوا فين يا مصايب؟ ايوه يا حاجة، خد يا بت. ايوه يا حاجة، خد يا بت. يا دي الصدف، دي الحاجة لابسة عباية احمر مارون يا دلال. ازيك يا دلال؟ بخير يا صفصف، ان شاء الله تسلمي. وانت عاملة ايه يا جعانة يا خارج بيت الجوع؟ بخير ياما. يا غيكاتك مو، ايه ياما ياما، انا ما بخلفش جعانين. ومليون مرة قلت لك بلاش ياما، دي بتطلع منك زي السم، لما بسمعها منك بتعفرطني. بطليها يا بنت، بقالك كام يوم عمالة تقوليها كده، في ايه؟ حاضر يا صفصف، مش هقول لك ياما دي تاني خالص. يا اختي عاملة زي المية السخنة كده لما تقطع في وسط الحموم والدنيا تلج. نهايته. أنا عايزاكوا تفتحوا عينيكم. البنت المقيحة نرجس هي وامها العرة شكلهم كده وقعوا على دجال جديد يا ستي، وشكلهم كده بيحضروا لحاجة كبيرة قوي، حاجة من اللي هم اللهم احفظنا عمل سفلية. يا ستي السوداء يا ستي السوداء يا ستي السوداء، عايزاكم تفتحوا عينيكم عليها كده. تاني هدومكم تدرى منها، ها؟ أي شعر في الفرشة يترمي في الكبانيج. اوعوا تسيبوا لها أي قطر، لا على فرشة ولا على سن مشط. تعملوا أكلكم بصنع إيديكم، وهي لو مدت إيدها في أي أكل يتحرم على بطنكم. حاضر. فاهمين؟ فاهمين. ولا أنتوا فاهمين حاجة وهتفضلوا أغبية كده طول عمركم، كاتكم مصيبة. هنفهم. سرية، عين سرية، هي دي العين. مش فاهمة حاجة يا حاجة. أصل أنا عندي سلسلة عين فيها نني أزرق، اختفت يا أختي امبارح بعد ما خرجتي من عندي ما شفتيهاش. يعني مرات ابنك حرامية يا حاجة، وأنا هشوف فين السلسلة العين أم نني أزرق بتاعتك. ادي عيب ان الواحدة تلبس حاجة واسعة يا صفصف. السلام عليكم. Thank you.
أول ما شافنا قفل على الخزنة عشان ما نشوفش إيه اللي جواها الرزم اللي بيكومها كده. بس شفت ربنا عمل إيه؟ ما هو يا ابني ما حدش بياخد حاجة معاه، ده كفل ملوش سيالة. ألف سلام عليك يا خال، إزاي الصحة؟ إزيك يا جعفر حبيبي، عامل إيه؟ الحمد لله. خطوة عزيزة وصيفة. كلامك مش معايا يا عب قرش، يا عفن، كلامك مع جعفر. أنا جاي يا أمي عشان طاعتك بس، مش هتكلم في موضوع بنتكلم في كل ثلاث شهور يا أمي. العيط في الباطل نقصان عقل. أجيب لكم شاي يا معلم جعفر؟ امشي يا دغور يلا شاي، شاي يلا امشي يلا امشي. أصل الشاي يا جعفر يا حبيبي والقهوة والسجاير كل دي مكيفات، مكيفات كلها وحشة. وبعدين الواد الهواجي اللي هنا معفن، معفن حاجته كلها مش نظيفة. أزورنا يا خالي يعني واخد على المكيفات من خالي. الخال والد ادعي لي يا ابني ربنا يتوب عليا يا جعفر، ادعي لي ربنا يتوب عليا منها. اللهم امين. انا برضو استغربت لقيت الواد داخل فارد صدره وبيقول لي الشاي يا معلم جعفر، قلت خالي لا سمح الله بقى كريم على اخر الزمن. حقي فين يا عفنه؟ جعفر انا عايزه حقي من الراجل ده، وتنسى خالص ان اخويا. اعمل ايه ياما؟ اعمل ايه على راجل ما بيدفعش تمن كوبايه الشاي؟ فين حقي؟ فين ارادي من ورث ابويا يا واكل حق اختك؟ تاني وصيفة يا اختي، انت ايه يا حبيبتي ما تزهقيش؟ ما قلتلك يا وصيفة. والله يا جعفر يا حبيبي محل العطارة ما بيدخلي مليم احمر بيخسر. محل زي ده بيخسر؟ ماشي، ومصنع البن والمطحنة يا اخي الله يا رب يطحنك. والله يا اختي دول بالذات اللي بيدخل باليمين بيطلع بالشمال، مفيش حاجة بتفضل منهم خالص. حدان فيها وصيفة كل يوم تيجي تنط هنا عايزة ورث ابويا ورث ابويا ورث ابويا. ما تبص لاخوك الغلبان، ما ربنا هو مديك ابنك عنده فلوس قد كده. خمسة وخماسة الله هو اكبر في عينك. ابني حبيبي مالكش دعوة بيه، انا عايزة حقي. ما تتكلم يا جعفر. اتكلم اقول ايه ياما؟ اخوكي وخالي اضربه واقطع رحمي. اضربه واقطع عشان خاطر عيون نعيم جوز بنتك، عشان خاطر عيونه وداد مرات ابنك. ما انت اللي كلكعت اكتر ما هي متكلكعه يا ام. وبعدين انا عايز اقول لك القرش اللي يخرج من البخيل بيدخل بالخراب. انا ما ادعلكيش وقلت لك الف مره ربنا غنيك يا ام. حقي وعايزاه وهاخده. واذا كان يعني على الواد نعيم حبيب قلب عمته ربنا يخليهولي طالع لصفصف، لكن البيت البت وداد يختي قبه قبه طالعه. بص نفس السحنه يا اختي، نفس القطعيه يغروا ببعض. يا معفن ده انت ما جبتلهاش قشرة جزر، ده جايبها لي كده كده بشنطة هدومها. طب وربنا ناس يا ام، وربنا يوم الصباحية انا قلت جاي نقطها خد الشنطة ومش فاكرة خالي. كنت مسافر يا جعفر يا حبيبي وما عنديش شنطة غيرها. يا اختي مرارتي اوانسي هتتفقع. يلا يا حبيب قلب امك، احنا شتمناه بالفلوس بتاعتنا، خلاص يا حبيبي احنا خلصنا. يلا يا حبيبي، يلا يا قلب يلا امك، يلا يا حبيبي. سلامة خير. عفن وعفن. سلامة يا حبيبي. عبد القرش عبد القرش، تعالى يا حبيب قلب امك. ايه يا معلم؟ يا جزمة، شاي ايه يا جزمة؟ طبعا وانت بتدفع حاجة من جيب اهلك، ما كله مني انا. حد قال لك على شاي؟ مخصوم منك نص يوم. هو انت هتشربي معسل يا ست الكل وانت بتاكلي؟ وانت مالك؟ انجري هاتي لي المبخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا غبية وانا بقولك بخريني انزلي. سلامة النظر يا حاج وصيف، ده المعسل مش البخور. عارفة يا عورة عارفة، هو ريحة المعسل ده اللي بيفكرني بالمرحوم. أنا ما كنتش بشرب معسل لغاية بعد ما مات. آه يا عبدو لما كان يحط إيده على وشي كنت أشم ريحة المعسل، لما كان يحضني كده يطلع منه هبو معسل، حتى فرشته ريحتها كلها معسل. تعلم الرومانسيه. والهدوم، الهدوم كنت انقعها بالاسبوع والعشر ايام واقعد ادعك فيهم الريحه ما تطلعش منها. حتى اللي ولا بلاش. اه احسن. ريحه المعسل دي
هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أحس إن هو لسه حوالينا وشايفنا وحاسس بيا. الله يرحمك. أمك يا سيد مخلصة لأبوك أكتر ما ممكن مخلص المعزي. آه يا عبدو هتطلع الصورة. مش هنخلص. هيطلع عيننا دلوقتي الصورة. أمي هتطلع صورة أبويا نحي. يا دين النبي. كان يوم أسود يوم ما اتصورت يا أبا. آه والله. ياما مش قدام الناس كده ياما عيب، بيختلي بالصورة لوحدي. أحكي لكم بقى على عبدو. النبي أما قبل ما تحكي. عشان عارف مدام صورة طلعت وهتحكي فيها 30 يوم. نقول الحمامة اللي قدامك دي واحكي براحتك كده برضو يا جعفر. يا ست انا هجيلك بالليل اعمل لك كوبايتين شاي انا وانتي وتحكي لي براحتك. انا بحب حكاويك على ابوي. ادخل انت دلوقتي يا عبد. خد يا حبيبي خد بالهنا والشفا. بسم الله امسكها. بالنسبه للورك اللي انت كمرتيه ده صغير والنعمه وقع في ايدي لوحده. بنا والشف جعانه. يلا عندنا نعيم قول لي. عندنا التحكيم النهارده يا جعفر. ما انا مش فاهم النهارده. خلي المعلم سيد هو اللي يحكم. سيد على عيني وراسي طبعا، بس الناس بتوع النهارده قصدينك انت يا جعفر. بس ما بتفهمش. وبعدين انا ما ارضاش ان اخويا الكبير يحكم في مشاكل عبيطه زي دي. الكبير للكبير. احكم انا خلاص مفيش مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله. يلا نوال. خش يا نوال. خش. خير معلم. الحمد لله. ايه دول؟ مين اللي جابهم؟ انا ما عزمتكوش. انا يا حاجة اللي عزمته. هو انا يا بنت طايقاكي عشان تعزمي لي اختك وجوزها؟ جاي من عامر حاجة لطيفة. عامر من غيرك يا اخوي. ياما الضفدف الله. ضيوفنا ياما مشرفين ومنورين. مين اللي جابك يا صبحي؟ تقول لي يابا ابعت لك الاكل على البيت ولا تهزق نفسك وتهزقنا معاك. انت عارف امي. جاي من عامر حاجة. كله بسببك يا جعفر. ياما قلتلك البيوت بتعمر بالخلفة وبالعيال مش بالجوازات الكتير. يا مكتر جوازاتك يا خسر عقلك. بكرة تندم. بكرة تتمنى الكراسي دي تكون فاضية. يا ابني كتر الجواز ده يجيب الهم والغم والمرض والمشاكل. ما ابوك اهو اتجوزني 25 سنة ما اتجوزش عليا ورست منه كل حاجة إلا دي. ويا ريتك رحت اتجوزت لي جواز عادي. الا ما رحت اتجوزت لي البت المقيحه نرجس بنت بتعه بتاعت الاعمال السفليه. ولا جعانه سوري يا ابني دي بتحط 6 معالق سكر في الشاي بتاخده استخسار بتسفه كده. جعانه ده جوع يا حبيبي. وبعدين هقول لك ايه، ما هي النماذج قدامك اهي حاجات عر ونور. انا وين كنت اخليك في دلال بس حلوه. ولو ان عيلتها برضه معيوبه اللي مات واللي اتسجن. واللي متنيلين على عينهم لسه عايشين ولاد فتح الله. شايف يا عبدو؟ شايف جعفر مالي مكانك ازاي؟ البعيد اطرش. هو انت مش عاوز تسمع يا سيد؟ هو احنا في صفك ولا في صفاهم؟ مالك يا واد ما الكل بيغلطك؟ مالك عامل زي القطر اللي ماشي كده ومش عايز يقف في محطه؟ انت غلطان؟ ايوه غلطان. هما يستاهلوا؟ ايوه يستاهلوا، بس بالهداوه بالهداوه يا ابن عبد الجواد. مش هرد عليك عشان انت امي يا اخت فتوح. عندك حق يا عمتي والله. شفت جعفر عمل فيا ايه؟ اتفرجت ياما؟ متهيألي مفيش حد في السيدة زينب ما شافنيش وانا بتقدم لعيلة فتح الله. ما انت اللي اتسرعت يا سيد. ما تزعلش مني، انت اللي غلطان. انت كبير اه،
بس الحق ما يعرفش كبير وصغير، يعرف الحق وبس. وانت كمان خليت اخوك وقع مع ناس بينهم وبين بعض مصانع الحداد يا ابني. ازيك يا امه؟ امي ايه دي؟ ايه رايك فيها؟ مين دي يا جعفر؟ مراتي. يا لهوي ايه يا امه؟ ايه دي الزغروطه؟ سرعتيها يا امه. اتجوزت تاني يا جعفر؟ تاني ايه؟ ده رابع. والتلات مصايب اللي عندك ليه يا ابني بتعمل في روحك كده؟ ليه مصمم تجيب سكر لنفسك؟ هاي طنط، ازيك؟ طنط مش شبهنا، رجعها. شفت فيشها وتشبيهها واصلها وفصلها والرقم القومي؟ نظيفة. ابوها مين دي؟ بنت ناسا كابر، ابوها كان رجل اعمال كبير. انت بتشيش يا طنط؟ الله، انا كمان بشيش. انا بشيش على الكمستيكا. انت بتشيش ايه؟ قص يا راح امك. ايه في الستيكا اللي بتشيش يا دي؟ مفيش حريم عندنا تشيش. ايه حريم دي؟ وبعدين ما مامتك نفسها بتشيش. امي تشيش تضرب اللي هي عظامي، ماليش كلمه عليها. مراتاتي ما يشيشوش، فيها عايده. ايه يا جعفر؟ مامتك بتقوليها عادي كده؟ انتي بتقارني نفسك بصفصف يا صنافور المحطه؟ ده انا الملكه. اهدي يما، انت على مسرح الطليعه. والله يا طنط انا ما اقصدش اضايقك خالص. بحسب يا اختي. امي يا ست كده على طول، لما تعرفيها تحبيها، اطيب قلب في الدنيا. اهلا، الجعانه وصلت. عرفتي؟ بص يا جعفر، انت عارف ان انا طول عمري ضد البت سريه دي الجعانه، بس انا اول مره وافقها. اللي انت بتعمله غلط وما ينفعش يا ابني. يا حبيبي انت ورثت كل حاجه حلوه في ابوك، ايه اللي حكايه الجواز دي يا حبيبي؟ ده اتجوزني 25 سنة ما اتجوزش عليا، حرام عليك نفسك. يا عبدو، كانت حنية انت نمتي مني ولا ايه؟ لا لا خالص. طيب ابقي فكريني بقى المرة الجاية احكي لك لما خدني جمصة. ها؟ عن اذنك يا عبدو. هو انت ليه يا طنط بتحطي الصورة بتاعت المرحوم هنا؟ الحضن يا بنت، الحضن. ابقي فكريني اعمل لك كعب صغير كده فيها صوره جعفر تبقي تحطيها عندك. شوفي بقى، مبدئيا كده انا ما ارتحتلكيش ولا حبيتك، بس عشان نحل المشكله دي انا عايزاكي تتطبعي بطبعي. تتطبعي بايه؟ بايه؟ بطبعك. بصي يا حبيبتي، أنا البني آدم بالنسبة لي عامل زي الحمار. زي إيه؟ زي إيه؟ الحمار. الحمار أنا بقى يا إما ماشي بالكرباج فيمشي عدل، يا إما حط له الجزرة قدامه عشان يمشي وراها. إنتي بقى اتطبعتي بطبعي وبقيتي حبيبتي، أنا مش هحط لك الجزرة بس، لا ده أنا هحط لك خيار وطماطم وكابوتشا. هدلعك موت. انما بقى تتعوجيلي وتلويلي بوزك او تلويلي لسانك وتعمليلي فيها هند رستم، مش هتلاقي عندي غير الكرباك. مش هتلاقي غير ايه؟ ها؟ كرباك. الكرباك. فهمتي يا حبيبتي؟ انا مش فاهمه اي حاجه. غبيه كمان يعني؟ مش كفاية ما بحبكيش؟ لا وغبية. بصي يا حبيبتي، عايزة تكسبيني تطبليلي. تطب ايه؟ تطبلي الصفصف، تطبليلي. فهمتي حاجة؟ غبية. ممكن امشي؟ لا. يا هضحك عليكي. يا حبيب قلب امك يا حبيب. ازيك يا امه؟ ازيك يا عيود؟ ازيك، وحشتوني. اطلع رايح شويه يا امه. اطلع يا حبيبي. انت اقول لك حاجه كنت نجري نجري مع جوزك. نجري يلا.
اقول لك ايه، تلبسي حاجه حلوه كده و... ونطلع فوق ونقول كلمتين حلوين. شكلها النهارده ليله قمريه. معلش يا جعفر، انا قلت لك لما ابقى مستعده اقول لك. مستعده ايه؟ بقول لك البسي بدله غطس وتعالي ننزل البحر، نطلع نقول كلمتين حلوين ونشرب كوبايتين شوربه كوارع. طب ما تقول كلمتين هنا. هنا ازاي؟ الكلمتين دول يطلعوا احنا لوحدنا، ما ينفعش حد يسمع. معلش يا جعفر مش هقدر. ليه مش هتقدري؟ في ايه يا بيت؟ جرالك ايه؟ يا مصبر الوحش على الجحش. الراجل عمال يرج فيك يمين وشمال زي علبة العصير وانت مفيش فايدة. انت نسيتي نفسك ولا ايه يا بيت؟ ده انت متجوزة المعلم جعفر ابن عبد الجواد العمدة وصفصف العطار. ده احنا لما ما كانش في خروف في مصر كان الاطنان كده مدلدقة في المخزن عند ابويا. يما هي علاقة الخروف بالكلام اللي احنا بنقوله؟ وطي صوتك الحريم في الشقة اللي جنبنا ما تفضحيش. ما هو انا لو وطيت هوطي اجيب الشبشب وانسله على دماغها. هو انت ازاي قلبتي كده فجأة؟ ما احنا كنا كويسين وقاعدين بنضحك من شوية. هو انت لسه شفتي قلبه؟ طلقها. طب مش ادخل يما عشان اطلق؟ ادخل الاول. طيب عجبك كده سمعتينا الكلام؟ بعدين واقفه انا ومراتي بنقول كلمتين يعني في امور عائليه، ما ينفعش ترمي ودنك كده. اوداني وانا حره فيها ارميها في اي حته في البيت. بص يا جعفر بقى، ما انا يا هي. لا انت ولا هي، انا طالع لوحدي. خليكي بقى مع امي، شوف واحده تشرب معاها الكوارع. جعفر انا موافقه نقول الكلمتين يا جعفر، بس ما تسيبنيش معاها لوحدي. مالكيش في الكوارع نصيب. جعفر يا نهار ابيض، يعني انا كنت قاعده دلوقتي مع بنت اكبر عطار في مصر؟ اه امال ايه؟ ده انت من عيله جامده قوي بقى يا صفصف. اي بنت، ما انا بحاول افهمك، انت مش قادره تفهمي. مش عارفه انت قاعده مع مين. ده وانا عيله صغيره كنت امشي كده في الحسين كان البنات كلهم يحسدوني من الهدوم والفخفخه اللي انا فيها. ده انا ابويا كان بيجيب لي هدوم من عمر افندي. باين عليكي على فكره. أه؟ قعدتك على الكرسي مع الشيشه وكده يعني حسيت ان انا بجد قاعده مع ملكه. انا الملكه. انت عايزه قاعده بقى؟ انا هدخل يا ملكه اعمل فنجانين شاي ونقعد انا وانتي وتطلعي لي الحاج عبد الغفار. عبد الغفار مين؟ الله يرحمه. الله يرحمه مين؟ الله يرحمه ما شافش اليوم الاسود. هو انت يا بنت مش عارفه اسم حماكي؟ المعلم عبد الجواد العمده. اه معلم عبد الجواد العمده. روح اعمل الشاي بقى عشان تحكي لي على رحله جمصه. لا روحي اعملي بس انت الشاي بسرعه واحكي لك لما الحاج وداني الاستاد. يا نهار ابيض. ده بقى كور وحاجات. بس يلا بسرعه شاهلي يلا. اللي عملتيه في نفسك ده يا عايزه؟ ايه ده يا عايزه؟ اوعي تفتكري يا بت ان انا جايه حايلك. انا ماليش في الطبطبه. ايه هتفضلي عامله لي كده بوز البطه؟ هتفضلي مكشره في وشي؟ مش مكشره ولا حاجه يا حاجه، مش مكشره. انت يا بت غاليه عليا. هو كل الحكايه بس ان انا مستغربه انك انت من بيت حماده فتح الله القره ده، ولا ما بقاش في حاجة غريبة اليومين دول؟ على رأي المثل أبوك البصل وأمك التومة، هتجيب الريحة الحلوة منين يا مشؤومة؟ اقرأي يا بنت وأنا هفضل أكلم في روحي كده. يا دلال أنت حبيبتي يا بنت. حاجة أنا تعبت، أنا تعبت ما بقتش عارفة أعمل إيه. ما هو برضك أهلي. على فكرة يا حاجة أنا لا طايقة كارم ولا طايقة أشوف وشه أصلا، بس أول ما حسيت إن هو ممكن يروح مني أو أخسره زي أخويا يوسف خفت، وعرفت قد أنا بحب أهلي ومش راضي عليهم الإهانة والذل أكتر من كده. نهايته. طلباتك إيه يا دلال؟ أنا عايزة أصالح أهلي يا حاجة. جعفر بنفسه قال له عايزة أصالحيهم صالحيهم، هو ما عندوش مشكلة. وانت فكرك ان كده انت هترتاحي؟ لا يا حبيبتي، بالعكس، دا
ده انت هتتعبي اكتر. ليه؟ لانك واقفه في النص بالظبط، ومينوب المخلص اللي تقطيع هدومه اللي بيحوش هو اللي بيتضرب اكتر. تفتكري كريم هيسكت؟ كريم هيعمل ايه بقى؟ سي كريم ده كريم موزه يا حاج، وممكن يعمل اي حاجه يأذي بيها جعفر. كريم يأذي جعفر؟ على رأي المثل لو الرجولة بالشنبات يبقى الصرصار سيد الرجال. انتي متأكدة يا عايدة انه كان هنا؟ ايوة سايبه هنا بيدي. ورحمة عبده عارفة مين اللي خده؟ بنتي يا أسرية، بنتي يا أسرية، بنت أسرية فين؟ ايوة يا حاجة. يا اختي ايه يا اختي البراءة دي؟ ملاك ناقص لك جناحة. فين التليفون يا بيت؟ تليفون ايه يا حاجة؟ تليفون عايدة اللي سرقتيه. ورحمة امي وابويا ما سرقت حاجة. قالوا الحرام احلف. بنتي يا سعدة مادام مش راضية تعترف جارية على الأوضة انكوتيها وراعي ذكائها. الحرامي دايما ذكي. والله العظيم التليفون ده لو ما ظهر هنزل اعمل محضر في اسم الشرطة. البلد دي فيها قانون. ما تسخنيش قوي بدل ما ينكتوك انتي. قانون ايه؟ في ايه؟ سرية سرقت تليفون عايدة يا جعفر برضو؟ آه. حاول ولا قوة إلا بالله على الخصلة الزبالة. يا ليفا انت قلتلي تليفوني بكاميرتين، جبتلك بتلاتة. لا يا أخويا جبتلي تليفون بأربعة. كان تمر في البعيدة، كنت قدرتي. بتصغرينا ليه قدام الناس يا بنت؟ إلهي انت صف نظري يا جعفر، ما خدت حاجة. نكدت الأوضة يا حاجة، أنا لاقي التليفون ما لقيتهوش. أهو هو أنتوا بتدوروا على حاجة؟ تليفوني اتسرق. خلاص ما تزعليش نفسك، هجيب لك أحسن منه. أنا مش عايزة أحسن منه يا جعفر، أنا عايزة تليفوني ده عليه حاجتي. نعمل فيكي إيه يا ثريا؟ قولي لي أنتِ نعمل فيكي إيه؟ نركب لك يا أختي كاميرات في كل الشقق. هتسرقهم ياما. بص عليها النعمة هتسرقهم. أنا عارف ثريا بتحب الكاميرات، سرقت تليفون بنت عشان فيه أربع كاميرات. حرام عليك، أنتوا ظالميني، والله ما خدت حاجة. واتصل هو يمكن يكون واقع منك هنا ولا هنا. بنتي يا نرجس؟ ده صوت تليفوني. ايه؟ هو ده تليفونك؟ اصله شبه تليفوني، انا اتلخبطت بينهم معلش. الله اكبر، ظهر الحق. شكرا يا رب، شكرا يا رب. الحمد لله، شكرا يا رب. سلام نصرية. الله اكبر. في ايه يا بنت؟ هو انت بتصلي؟ امي فاتي. معلش يا حاجه، معلش نسيت بس من الفرحه. شفت يا جعفر؟ شفت عشان تعرف انكم كلكم ظالميني على طول. مره يا ليفا مره طلعت بريئه، طول عمرك مش مظلومه ولا حاجه. عارف حد يزعل لما يتنقد بحاجه مش فيه؟ انما ده انت مقشطانه، مقشطه حياتنا كلها يا سرايا. هما كلهم هنا حراميه؟ لا الحمد لله رب العالمين مش كلهم. سرايا مسجله سرقه، انما دي أعمال والعياذ بالله سفلي. يا ريت يا أختي سرية اللي كانت خدت التليفون، أهو كانت تبقى سرقة عادي، لكن الدور والباقي على دي الله أعلم بقى أشتتن أشتوت عملت فيه إيه. بقول لك إيه يا بيت، انقع التليفون في مية وملح. يبوز يا طن. يا جلطتي ياما، الحقني يا حاج. ترحمك. زعلانة منك على فكرة. يا سرايا ما قلتليش يعني قبل كده ان ليكي في اللوم. ايه يا واد يا مصطفى يا عر انت؟ مالك يا ولا واقف زي النادرجي كده؟ هو انت ما دريتيش باللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش في راجل جه للمعلم وقال له ان ابنه لسه عايش ما ماتش؟ هو ايمانات الله وجاب له واد كده صغير وقال له ان هو ده ابن الجواد ابنه الله يرحمه. بس اصل الراجل ده كان يعرف اللي اسمه بلال شامه، بس المعلم ما اشتراش وكرشه. الست سرايا بقى شافت الحوار ده كله وبعتتنا نطقص لها واجيب لها عنوان الراجل ده. انا بقى قلت ما ينفعش الحوار ده كله يحصل من غير ما عرفت الملكه. طب يلا غور من قدامي باخبارك السودة دي، غور يلا. السلام عليكم. يا حبيبي يا ابني. طنط هو أنا ممكن أسألك على حاجة؟ اسألي يا أختي. هو ابن جعفر عايش ولا مات؟ اتعلمتي اللت منهم يا عايدة.
بدري قوي. لا يا طنطا، بس ده مش لت، ده فضول. لو انت هتعيشي معانا هنا يا بنتي لازم تنسي الفضول ده خالص. الفضول ده زي الكلب، ترميله لقمة يبقى عايز رغيف، ترميله رغيف يبقى عايز فرنة. هو الحقيقة أنا ما فهمتش حاجة من كلام حضرتك خالص. أو من إمتى أنت بتفهمي يا عايدة؟ ما ده طبيعتك يا بنتي، يعني هو ربنا ممكن يكون إداكي كل حاجة إلا الذكاء يا حبيبتي. ربنا يعافيكي. اهلا اهلا بنقيبه الجعانين. اهلا يا حاج. شربتي حاجه ولا لسه؟ لا ساده، عملت لي فطار وفطرت. بصي يا حبيبتي، انا شفت في حياتي قليل وكتير، بس زي الفصيله بتاعتكو دي انا ما وردتش عليا. انتوا غرائب وعجائب. والله ما انا مش جايه ضيف يا حاج. تضيفه ايه؟ ما انت طفحتي خلاص، ما انت ضيفتي وخلصنا. نهايته خشي في الموضوع. سوريا تعبانه قوي يا حاج، وانت اكتر واحده عارفه جعفر بالنسبه لها ايه، واللي عملته ده كان غصب عنها. والله انت انا غالي. لا، اللي عملته كبير قوي قوي، وجعفر ممكن يسامح في اي حاجه إلا كرامته. أنا عندي استعداد أجيبها تحب على رجله وعلى إيديه، بس يردها دي ملهاش في الدنيا غيره. والله لا، هو مش دلوقتي خالص، إحنا لازم نسيبه يهدى وبعدين بقى يبقى يحلها ألف حلال. بإذن الله يهدى والمية ترجع لمجاريها إن شاء الله. يا رب يخليك يا حاج، ويبارك في عمرك ويزود رزقك يا رب، ويقدرك على فعل الخير. أنا ماشية بقى، اقعدي بالعافية. مع ألف سلام. الله يسلمك يا رب. نوال. نعم يا حاج. خير؟ انت مالك معبطه في الشنطه؟ لا بس عشان ما تقعش مني. يا اختي اسم الله. طب اديني الشنطه يا نوال. ليه بس يا حاج؟ نوال اديني الشنطه يا نوال، اديني الشنطه يا اختي. حاضر يا اختي. هات عنك انت يا اختي. ومالك قافلها ايه يا اختي؟ اهدى اهدى كله ده يا اختي. مقلبة منبه يا نوال، منبه يا نوال. وطرحتي؟ طب دي ممكن تقلبيها تلبسيها، لكن المنبه واخدها تعملي بيه ايه يا نوال؟ هو انتوا بتعرفوا تناموا من الجوع لما عايزة منبه يصحيكي يا نوال؟ وايه ده ده؟ لان تليفوني. والله يا اختي حلقي حلق فردة. فردة يا نوال؟ ما لقيتش فردة. شريفة، شريفة يا نوال، واخدة فردة الحلقة ليه يا نوال؟ ده ما يشتغلش غير الجوز، الجوز. انت بس واخداها عشان تقدريني، عشان تضايقيني، عشان تخنقيني. يا اختي احنا ما صدقنا خلصنا منكم. يا اختي ده احنا ده ربنا كتب لنا عمر جديد. خدي ما انت عينك هيبقى فيها. خدي غاري فردة الحلقة. امشي غوري. مش عايزة اشوف وشك. ودي بالعافية. الحقني يا حاج. شايف ابنك بيجيب لي ايه؟ عايزين يجلطوني، او النبي عايزين يجلطوني. فردة الحلق عليها واضي كتير قوي، اكتر من الفلوس اللي عليه. لا مش بس كده، ده شكله عمره ما يخرج من السجن تاني، وعرفت كمان انه بيتهزق من كل المساجين زمايله. لا ومش بس كده، بس خلاص نكدت عليا. مش بس كده خلاص، واحد مسجون ما تجيش بعدها غير بس كده، ما تجيش اي كلمه تاني. الله يسامحك يا جعفر، رايح تجيب لي واحده ابوها مسجون؟ بقى جعفر ابن عبد الجواد العمده ووصيفة العطار يتجوز واحده ابوها حبسجي؟ امشي يا واد، امشي نجر الساعات. امشي يا حاج. امشي امشي. يا مستي عايده فين؟ فين يا حاجه؟ عايده فين؟ جوه في اوضتها.
في اوضتها. ماشي. استعدي بالله يا حاجه مالك كده في ايه؟ لازم محدش يكلم. حاضر انا اسف. حقك عليا. ماشي يا جعفر. شوفي يا عايده، انا كنت حباكي او النعمه كنت حباكي، بس يا اختي كده كان في حاجه كده بتغز جوايا، حاجه كده انا مش فاهماها لحد ما المستخبي ما ظهر وبان. يعني ايه المستخبي ظهر وبان؟ جعفر لما اتجوز واحده من بيت جوع انا اتضايقت، وبعدين اتجوز واحده تانية قلت اخيرا الحمد لله هيتجوز واحده عليها القيمه، لحد يا اختي ما عرفنا انه ناسها بيعر. بعد كده بقى طص تاني في الجوازه الثالثه وجاب لي نرجس المقياحه، لحد انت بقى ما شرفتي وهلتي علينا كده قلت اه بنت شكلها كده من عيله وشكلها مصروف عليها. بس يا اختي ما كنتش عارفه انه مصروف عليكي من مال حرام. جعفر لما انا سالته ابوكي بيشتغل ايه؟ قال لي نص الاجابه، قال لي رجل اعمال، بس ما قاليش يا اختي اعمل ايه؟ أتاريها أعمل نصب ونهب واحتيال، بس حاجة مشرفة الحقيقة. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدكم، يعني حرام كبير مش قليل. ما حدش بيختار أبوه. أيوة أيوة يا أختي، هي دي هي دي يا أختي الكلمة اللي دايما أسمعها لما يكون حد عيلته منتينة، كرهت أسمعها، بتمنى أطرش وما أسمعهاش تاني. بس هعمل إيه؟ جعفر ابني، جعفر، جعفر العمدة اللي أمه الملكة، كل جوازاته يا أختي قطعية واحدة، ما تفهميش بيجيبهم منين، بيتلم عليكم منين وينكش ويجيب، ما تفهميش. بس الحمد لله الحزمة كده كبرت، آه بقى عندي الجعانة والمقيحة ونسب يعر وبنت أبو زنزانة الحبساجي. يا اختي ليه؟ ليه بيعمل كده؟ يتجوز أربعة ويجيب لنفسه النكد ليه؟ الحمد لله إن ربنا محلل له أربعة، أصل أكتر من كده يا اختي كنت اتجلط. لا أنا اتجلطت خلاص. يرضيك يا حاج؟ يرضيك جعفر يعمل فيا كده؟ الله يسامحك يا جعفر على ما جايبك السودة. وأنتوا واقفين بتهببوا إيه؟ ما أسخن من ست الناس إيدي. المعلم جعفر امر ان الشنط تطلع عنده على الشقه، وشكل مدام عايده هتفضل معاه فوق على طول. يا نهار اسود امي، يا نرجس يومك يا نرجس. بتقولي لي على ايه يا ملبوسه؟ هو صحيح يا جعفر اللي اسمها عايده دي هتقعد عندك فوق؟ اه، ومش عايز اسمع حرف تاني، كفايه اللي مكفيني. وده اسمه يا جعفر ان شاء الله؟ اسمه. تاخدوا بعض وتروحوا على شقتكم، عايز اتكلم مع امي كلمتين. يلا. طب يا جعفر انا اصلا عايزه. يلا. بتخبي على امك يا جعفر؟ يا اما البت غلبانه يا واد، ابوها رد سجون. ابوها مسجون بديون للبنوك. اوه، وممسوك وبيضرب استيروكس على الناصيه. بنت بنت ناس وغلبانه وملاش حد غيرنا دلوقتي. وبعدين وانا وارث القلب الكبير ده من مين؟ ما هو منك. بنت بتحبك. طب وربنا انت ما عارفه قالت لي عليك ايه؟ يعني ايه قالت ايه؟ لا خلاص بقى، يفرق في بنت خلاص، مش كده كده زعلانه منها. جرى يا واد بتقول قالت ايه؟ عايز تعرف عايده قالت لك ايه؟ اه، ام المثاليه او ربنا. قالت لامك يا جعفر الام المثاليه. طب قول لك قالت عليك ايه تاني؟ قالت لامك ارق من سعاد حسني. سعاد حسني وصوتها احلى من صوت نجاة. نجاة؟ امال ايه؟ انت مستهونه بنفسك ولا صفصف؟ انت بتاخدي التقيله؟ ها، البت اللي لبسها كله من بلاد بره بتحب لبسك. ايه؟ او ربنا. قالت لي لبس حريم الدنيا كله في كفه، وازياء صفصف في كفه تانيه لوحدها. هو ابوها اسمه ايه؟ اسمه عاصم يا ام. ربنا يفك سجنه. عرف يا ربي. Five officers, that's five different personalities, five sets of problems. Could be number six if you act right. But I ain't holding no hands, you understand? I ain't babysitting, you got your day. مالك يا عايدة قاعدة لوحدك كده زي شجرة الصبار؟
مش فاتحة حاجة تسليكي ليه؟ المفروض أعمل ليه؟ مش فاهمة. تنزلي تتسيري معايا بدل ما اطلع كده ونفسي يتقطع من السلم. وايه اللي مطلعك تقعدي مع واحده ابوها حبسكي؟ مش انت قلتي لي كده؟ هو انا قلت كده؟ مش فاكره. ما هي حاجه مش مشرفه ابدا في تاريخ صفصف الملكه. بس انت مالكيش ذنب. انت عارفه يا طنط، بالرغم ان انا متضايقه منك قوي بس بحب اقعد معاكي لانك طيبه. وتتضايقي مني انا ليه؟ المفروض انك انت تتضايقي من ابوكي اللي خلاكي مكسوفه ومتضايقه. انا عمري ما كنت متضايقه او مكسوفه من ابويا. ابويا دخل السجن مش عشان مجرم، ابويا اتكعبل في شغله، مشاكله مع البنوك دخلته السجن. انا لو متضايقه فانا متضايقه من الناس اللي كانوا حوالينا والدنيا جميله. ولما ابويا اتسجن اختفوا وقفلوا تليفوناتهم، ما لقيتش حد جنبي غير يارا وبلبل ولاد خالتي. اهو دول بالذات بوزبوز ونزنز، دول كان لازم يختفوا مع الناس اللي قفلوا تليفوناتهم. ارى يا اختي. عرونا يا حاجه عرونا. اسمعي بقى، انا مش ناقصه اسمع مشاكل ودوشه، انا ست فرفوشه واحب الفرفشه. خلاص بقى يا بنت خلاص. اما ست قللت الذوق قوي. ليه ما تقوليش انا اللي غريب؟ ست غلبانه خايفه على ابنها. اللي خلى راجل في سن صاحب عيل من دور عياله. عادي عادي يا جعفر، وانت صغير يا ابني كنت بتصاحب صحاب ابوك. والله محتاج حد يا امه، كبرت ومحتاج ظهر وسند. ما غلطت اما انا حرمت نفسي من الخلفه. كل واحده من حريمي دلوقتي كانت خلفت، كان زمان عندي 3-4 عيال من طولي قلين عليها الدنيا. ما كنتش جبت لنفسي الكلام وسمعت كلمتين زي دول. انت اللي غلطان، انت كان لازم تفهمها انت مين. ده انت المعلم جعفر العمدة، دي تحمد ربنا انك انت قعدت معها على سفرة واحدة. انت تديني عنوانها وانا اروح اجيبها من شعرها واشبشب لها على دماغها. قلبك ابدا صفصف، ست غلبانة مش حبيبتي. أنا هقوم أجيب لك ورقة أدعية وتحطها في جيبك يا ابني، تبعد عنك الأشكال دي. إيه ده بقى؟ إيه ده؟ ده أنا كنت أفرمها الست دي لو شفتها، أكلها كده بسناني. أنسيت، ده البت سرية رجعت قلبت الشنطة وقلبت الأدعية. أنا مش عارفة البت دي، البت دي عندها إيه؟ مش فاهمة. ما تزعليش نفسك. دي حاجة تحزن. يا حرامية يا نصابة، بقى تسرقي الأدعية بتاعتي؟ والله يا حاجة ما سرقت حاجة. أمال إيه؟ فتحت الشنطة وطالت لوحدها؟ يعني أنا برضو يوم ما هسرق أذكار ربنا ده حتى إيدي تتشل. هتتشل. طب بقول لك إيه يا حاج؟ أنا يعني كنت عايزة أسألك سؤال بس تجاوبيني بأمان. ما وحشتكيش؟ يسم كبه، بتوحشيني ايه؟ طبعا لا، ده انا كسرت وراكي مليون قله يا خارج بيت الجوع. انت عارفه من ساعه ما مشيتي ما في اشياء ضاعت من البيت. طب احلفي يا بنت. هو انا في اسم عشان احلف؟ ما بحلفش. يبقى وحشتك صح؟ وحشتك. قوليها بقى. وحشتيني يا بنت، وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني قوي يا صفصف. انت عارفه البيت كان من غيرك ده موت تقيل. ربنا يخليك لي. خلاص بقى، خلاص بعدي، خلصنا بقى يا رزله. اف يا ساتر، اوعي تكوني يا بنت قلبتي حاجه الحقده. والغلاش الحمد لله. الحاج؟ لا والله. الحاج فين؟ لا والله كله الا الحاج. الحاج الحمد لله. بوسي يا اختي بوسي، ودي كمان عشان الملكه تبقى راضيه عنك. ربنا يخليكي لي. ايوه الملكه راضيه. ربنا يخليكي لي. والله يخليكي وحشه يا بنت برزلتك. اهي
ادعية اهي. الحمد لله ربنا نصرني. لا مش هما دول، انا كنت جايبة اتنين تانيين. الشاي ده ايه يا بت؟ شاي التموين ده؟ لا يا حاجة، ده شاي من الغالي والله. عشان كده وحش، بقى اعملي لي من التموين. ماشي يا حاجة، حقك علي. يسعد مساكي يا حاجة. اهلا، ازيك يا دلال؟ ازيك؟ استني يا بنت، كويس جيتي في وقتك يا حبيبتي، مشتاقة. الله يخليك يا حاجة، ما تحرمش منك. مش ليكي يا عبد الجواد، اصل كده محتاجة اقعد اتكلم مع حد عليه. يا الله يا الله يا ولي الصبر. يا الله، اهو عبد الجواد الله يرحمه. اه يا عبدو وحشني. هو انا حكيتك على اول ليله؟ اه طبعا يا حاجه حكيتيلي. كويس، احكي لك تاني. احكي يا حاجه. في يوم الدخله كنت خايفه ومرعوبه وبترعش، ما كان عندي 15 سنه، كنت واخده الاعداديه. ها اه، ما ننساش الحته دي. اه ابدا. وبعدين هو كان بسم الله ما شاء الله عملاق، انا شفت قليل وكتير، بس حد يعدي كده من حلق الباب انا ما شفتش. كان عامل زي التريلا اللي بتعدي من النفق. تضحكيش يا قليله الادب. انا قلت حاجه يا خالتي. شافني بقى خايفه ومرعوبه وراح قال لي بت يا مهلبيه، وانت كنت فاكره ايه يا قليله الادب اختي؟ وبعد كده عملنا ايه؟ لعبت استغمايه. لعبت استغمايه يا دلال، وهكمل. كملي يا حاجه كملي، انا قلت حاجه. وقعدنا ايه، نجري نجري ورا بعض في الاوضه، ها، ولا انا استخبى وكده. وبعدين راح في الاخر واخدني في حضنه، ضاممني، طلع منه الهب وبتاع المعسل. كنت اول مره اشم فيها ريحه المعسل، ومن ساعتها كل ما اشم ريحه المعسل افتكر سي عبد الجواد. اه افتكر عبد الجواد. يا بقول لك يا حاج، خش انت دلوقتي. نعم، اتفضلي يا دلال، جايه في ايه؟ ولا حاجه يا حاجه، انا جايبه لك تبقى ماشي هديه، يا رب يعجبك بس. شاطره يا دلال، وريني. لونه حلو هيليق عليكي والله. حلو بس الخمس باله رخيصة. قولي يا دلال، قولي يا دلال، جايبة القماشة دي ليه؟ عايزة مني ايه يا دلال؟ عايدة يا حاجة. ما انا بقول جايبة لي بقى حاجة كده مصلحة، جايبة لي خيشة رخيصة بس. ماشي قولي يا غالية. لا والله يا حاجة، انا ماليش غيرك في البيت ده، بس بصراحة بقى قعدت عايدة لحد دلوقتي عند جعفر فوق ده مش عدل. وانا جايلك بقى عشان تشوفي لي حل في الموضوع ده، انا مش قادرة استحمل. موضوع كبير. اه كان لازم تبقى هدية أكبر. حاضر، هشوف حل للموضوع ده، عشان انتي بس غالية وعزيزة عليا وبتقعدي تسيريني. يلا بقى غوري علشان أنا زهقت وتعبت، كفاية عليكي كده. حاضر يا حاجة، عن إذنك. آه وخدي دي كمان يا حبيبتي، اعمليها مشايات للحمام. يلا يا بنتي يلا، ابقي استنضفي بعد كده يا دلال. حاضر يا حاجة. واطية. عملتيلي يا بنت شاي التموين ولا لسه؟ اعمله اهو يا حاجه. غبيه. تعالى يا جعفر، عماله اعمل جرد يا ابني، عماله اتقلب في البيت ده من الشغالين لسرية. هلكوني يا ابني هلكوني. مالك؟ فيك ايه يا حبيبي؟ ها؟ مالك يا جعفر؟ ربنا رحيم بعباده يا امه، بس خلقنا في دنيا قاسيه قوي، ربنا ما بترحمش. فضفض يا حبيبي فضفض. الجرح لا بيدبر ولا بيخف يا امه. عرفت حاجه عن ابنك؟ طيب في ايه بقى؟ نرجس حامل. قدر ربنا وفرجه، مبروك يا حبيبي مبروك. جعفر اياك يا ولا، اياك تكون قلت لها تنزله. قلت لهاش حاجه، سكت. وانا لما منعهم يحملوا، عشان لو واحده فيهم حملت مش هقدر اقول لها سقطي، مش هقدر اغضب ربنا.
نرجس حطتني في امتحان صعب، لا قادر اقول لها سقطي ولا قادر اقول لها هاتيلي الواد. انا مش ازعل يا ماما، ابنك مش حمل وجع تاني. بكفاياك يا جعفر، بكفاياك بقى. بص يا ابني، انا هقول لك كلام هقسى بيه عليك بس لازم تسمعه. افرض يعني ان ابنك كان مات او مش هنلاقيه تاني، يمكن هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا، ده بلاءك في الدنيا هنكفر. قدر ربنا يا ابني. اللهم بالله نفسي اشوف خلفتك يا جعفر. خلفتي في ارض الله الواسعة يا أمه، خلفتي في الدنيا بقالها 19 سنة مش عارف اوصل لها ولا بتاع للدنيا. 19 سنة بلف عليه مش عارف اوصل له، تخيلته في كل يوم فيهم، تخيلته بيخطي اول خطوة في حياته ورجله مش شايلها وايدي اللي سنداه، تخيلته وانا بوصله مدرسته اول يوم وبيعيط واللي ما تسيبنيش يابا، وانا بقول له ابن جعفر العم ده ما يعيطش، تخيلته في الاعداديه وانا باكله علقه سخنه، وبقول له ابنك بيشرب سجاير، تخيلته بتخرجه من الجامعه يابا. هتجيب لك الواد يبقى السند ليك. انا هروح السيده النهارده وهدعي لك. تعال يا واد اما ارقيك. تعال يا ربك ما نمهم انت ناطر يا واد. في ايه يا واد انت هتعمل لي فيها معلم؟ يا واد ده انت ابني، تعال في حضن امك يا حبيبي. عايدة، بنتي عايدة تيجي معايا عند ام العواجز. اكلمك تاني، مين ام العواجز دي يا صفصف؟ السيدة زينب، يا بحر المفهومية، يا مخ المخ، يا جهلة. في حد ما يعرفش السيدة زينب ام العواجز؟ هناك الدعوة مقبولة على طول وتحسي كده ان روحك طايره ومرفرفه. الله، طب بجد هاجي معاك. بس روحي غيري هدومك، البسي لك عبايه وطرحه. انا اجيب عبايه وطرحه منين؟ انا ما عنديش. يوه خلاص هتصرف لك، المهم يعني تغيري البربطوز اللي انت لابساه. هي إيه بنت اللبس العره اللي انت بتلبسيه ده؟ اسالي دلال شوفيها بتجيب هدومها منين، ده في حاجات في الوكاله تحفه. يا رب يا رب، انا عمري ما جيت لك وطلبت منك حاجه الا واستجبت. يا رب انا عمري ما جيت لك مظلومه الا ونصفتني وحياه النبي حبيبك. تشيلي الهم والغم والحزن من قلب جعفر وحياه حبيبك النبي، ترزقه وتعوضه وتديله السريه الصالحه. الواد تعب قوي في الدنيا، صحيح متجوز 4 بس مش مبسوط. ايوه انا عارفه الام اكتر واحده بتحس بابنها. يا رب انت كان لك حكمه ان سيد ما يخلفش، واحنا قابلين، احنا راضيين، راضيين بحكمك وراضيين بالقدر بخير وبشر، بس فرحني بذريه جعفر. دعيت يا عايدة؟ لا. طب ليه؟ ما تدعي. أقولي؟ قولي اللي جوه قلبك. مش عارفة ايه اللي جوه قلبي. حاجة انتي
حبيتي البت عايدة؟ أنا لا بحب ولا بكره. أنتوا بالنسبة لي عاملين زي التلفزيون والراديو، بتسير معاكوا وبتسلوني، أهو بتعملوا لي صداع وخلاص، لكن مشاعر وكده لا ما تلاقيش. طب أنت حبيتيها أكتر مني؟ في إيه يا دلال؟ إيه الحوار الغريب ده؟ يا بنتي الكلام ده تسأليه لجعفر مش ليا، إيه أصله ده؟ بس الحق يتقال يعني؟ انتي معزتك من معزة البت صباح. انتي اكتر واحدة بحبها من مراتاته كله، مش عشان يعني انتي بت بيضة وحلوة كده وبتستحمي مرتين في اليوم، لا لا لا، عشان مطبلاتية درجة اولى. بس انا عايزة اقولك حاجة، البت كمان سوريا لو واقفة مكانك دلوقتي هقول لها نفس الكلام، هقول لها ده انا بموت فيكي، حتى المقيحة نرجس هقول لها اعمل ايه يا اختي، ما هو ابتلاء، اتجوز لي أربعة هعمل فيكوا إيه يعني؟ بس عارفة أوحش حاجة فيكي إيه؟ إنك اتولدتي في بيت المعفن ده. أنا كمان والله يا حاجة بحبك قوي، ربنا يعلم معزتك في قلبي قد إيه، بس أكتر حاجة بكرهها فيكي شتمتك لأهلي عمال على بطال. جرى إيه يا بنت؟ ده أنا أشتم زي ما أنا عايزة، الله ده أنا الملكة، أنتِ هتوجهي الملكة ولا إيه؟ ما تتلمي. خلاص يا حاجة أنتِ حرة. أه طبعًا حرة، إلا مش حرة، ده حرة ونص. لا والله. حاج ابويا دخل عمارتنا. كان يعمل ايه ده؟ معرفش. انت لو عملتيه الصبح يبقى انا رزقتك ازاي؟ انت هتعملي ايه؟ هتعمليه دلوقتي وتيجي الصبح تعمليه. ماشي؟ الملكة لما تقول حاجة تتنفذ ويلا نجري جوه. حاضر. حبيب قلب امه. يا اختي اهلا يا اختي اهلا، نورت بيتك يا حبيب امك. عامل ايه؟ ضعتلي في السيدة ولا كنت بتفشري على صفصف؟ لا لا يا حبيبي، دعتلك بالهداية وراحة البال بالذرية الصالحة. دعتلي بالذرية الصالحة؟ ظاهر كده انها كانت ساعة قبول، راضي ولا قسم ربنا اسيب البت نرجس تخلف. لا بجد يا حبيبي، ربنا يريح قلبك، ربنا يريح قلبك يا حبيبي، ربنا يريح قلبك. على فكرة في موضوع كنت عاوز أقول لك عليه. بكرة. ما أقول لك دلوقتي يا واد، بكرة بعد الفطارة بنزل أشرب معاك القهوة وأحكي لي براحتك. طيب يا حبيبي. ما تقول البت سعدة بس تخلي البت نرجس تطلع عندي وخليها تسندها لحد فوق عشان اللي بطنها. حاضر يا حبيب قلب، يا حبيبي ألف بركة، يا حبيب قلب أمك، ربنا يبارك لك ويفتح لك كل الابواب. حكم ظالم على ما يبدو بينظر الى شاشه الفار ويؤكد السيد كارا ركله الجزاء وفعلا صافره باولو دوفيري صديقي. حبيبي حبيبي حبيبي، كويس انك جيت، عايز احكي لك. خير؟ عارف كان مين عندنا هنا امبارح؟ مين؟ حماده فتح الله. جه وقعت هنا مع البت دلال، وقعدوا بقى يقولوا الفرقه ومش الفرقه، وبعدين راحوا واخدين بعض بالحضن. والله العظيم يا جعفر، والله العظيم ما اعرف ان هو كان جاي، حتى اسال الحاجه، والله العظيم ما اعرف. والله عارف ايه المشكله، محدش بيفضل مقطع اهله العمر كله. السلام عليكم. والله يا جعفر ما اعرف. بيته مطرح. في ايه يا دلال؟ ماله جعفر؟ استغفر الله العظيم. نرجس مالها؟ سقطت. ايه؟
وجمعنا كلنا وقعدنا قدامه وقال لي عايزه تطلق تطلق، بس ما حدش فيكم يجيب سيره الخلفه تاني قدامي. هدي عليك يا جعفر، شايل الهم يا حبيبي ومحدش حاسس بيك. كلنا في الهوا سوا يا حاجة. قطعوا عنك الهوا، قعدتي ما قمتيش يا بعيدة. كل ده بسبب كنتو، بسبب عيلتك، ما هنهوش على عيل من عياله. لا يا حاجة، محدش عارف فين الحقيقة. وحتى لو عرفناها تفتكري هنرتاح؟ عمر الحقيقة ما ترجع العمر اللي فات ولا تحيي الميت. جعفر يا حبيب قلبي، من وهو صغير يبقى فيه اللي فيه ويبقى واقف كده صلب طوله كأن مفيش حاجة. عارفة لما الحاج عبد الجواد مات، الواد سيد نزل بعديها بثلاث شهور، جعفر نزل تاني يوم ووقف شاد طوله ولا كأن ميت له ميت، بس كان بيرجع كل يوم يقفل الباب على نفسه ويقعد يعيط. والله يا حاج احنا كنا عايشين كويسين ولا عندنا مشاكل، ما دخلش بيتنا الهم ولا الحزن ولا القرف غير لما البت اللي اسمها عايده دي دخلت بيتنا. عايده؟ وايه دخل عايده بالموضوع؟ قدامها نحس، قدامها نحس علينا، ده غير بان هي اللي بقت على الحجر يحزن لحزنها ويفرح لفرحها، بقى شايف حد غيرها. وانا بقى مش هضحك على نفسي اكتر من كده، احنا لازم نعمل اي حاجه يا حاج عشان البت دي تتطلق. ايه يا بنت الجحود اللي جواكي ده؟ انا عارفه انك واطيه، بس الجحود ده عمري ما شفته. انا جحدت من يوم ما رجلها خطت عتبت بيتنا، وانا بقولها لك اهو يا حاج، يا انا يا هي. ابوكي لابوها. صباح الفل يا طعم. قومي فزي، قومي هاتي لي 20 جردة المية وطن ملح خشي. أشتطن أشتوت، أشتطن أشتوت، أشتطن أشتوت. قومي يا أختي، قومي، لازم نعقم الدواليب دلوقتي. دلوقتي ماشي. يا مصيبتي، يا ترى عملت إيه البيت؟ قومي يا أختي اتحركي. حاجة بقوم أهو أهو. عملت إيه؟ رشت لي ايه؟ عملت لي اعمل ليه؟ الله يخرب بيتك يا نرجس، الله يخرب بيتك يا باتعة. يا صباح الفل يا صفصف. ايه حاجه في؟ قولي يا صبح. المعدوله فين؟ انا معدوله. ايه المعدوله؟ الهبابه. هعرف منين الهبابه يا حاجه؟ قولي اسمها. المعدوله الهبابه بتاعت السفلي. هعرف منين يا حاجه ان انت عايزه بتاعت السفلي؟ من غير ما اكلمك تفهميني، ابص لك تفهميني. عندك حق يا حاجه، انا اسفه، جوه في اوضتها. قولي لي كده على طول. حاضر يا حاجه، قلت اهو. يا حاجه ايه تاني؟ من غير ما اتكلم تفهميني. حاضر. جت كل هم. منك لله يا جعفر، جايب لي اربع مصايب. ليه يا ابني تتجوز اربعه؟ مصيبه واحده كفايه. انا ليه ادفع الثمن يا ابني؟ حرام عليك. بنتي يا نرجس، بنتي يا نرجس، انت يا بت، انت يا نرجس، انت فين؟
فين؟ هتروحي مني فين يا بت يا نرجس؟ بت يا نرجس؟ بت يا نرجس؟ بت يا نرجس؟ ماشي يا نرجس، ماشي يا نرجس، هجيبك، هجيبك يا نرجس. فينك يا نرجس؟ بت يا نرجس؟ فين البت؟ يا لهوي، لا تكون عاملة عمل عشان ما اشوفهاش. يا مصيبتي انا. بنتي يا نرجس. امي امي فز امي فزي امي فزي استخبي مني امي امي فزي كلميني امي امي ازاي يا حاجة وانتي ماسكيني ما اعرفش تقومي لما اقول لك تقومي تقوم طب سيبيني رجلي عشان اقوم طيب فرحتيني يا حاجة طيب ماشي مرة اخر مرة يا حاجة والله ما هعمل كده تاني والله والله انت بتكرهيني لا والله لا بتكرهيني يا نرجس والله العظيم ده انا بحبك قوي يا حاجة بس انت اللي مضطهدان هو ليه يا حاجة ليه يعني انا من دون العمارات جابر مضطهدان ولا يعني هو الله بيت الكلام نجس لا لا تعالي يا اختي في حضن خالتك تعالي ولما انت بتحبيني امال جايه تحببي ايه في انصاص الليالي في الغياب عندي طب هقولك بس ما تضربيش ونام قولي طب سيبيني عشان اقوم لا هقولك ها انطقي يلا اصل الدجاله اللي اسمها رغاوي قالت لي ان انا متسقسقلي عمل في عبايه زرقاء من العبايات بتاعتك متسقسقلي انا مش انت وعايزه انا اجيب العبايه دي عشان تفكلي العمل والدجاله اسمها رغاوي؟ اه والله لو مش مصدقاني تعالي معايا هاج هاج مش عشان العمل طيب عشان اقابل رغاوي يا لهوي يا حضره هي انتي لابسه عبايه زرقاء ايه لا يا لهوي ايه لا يا زرقاء شلحيني يا بنت شلحيني يا لهوي يا حمد يا لهوي يا لهوي الولاد بتنتحر والنعمة بتنتحر أنا قلتلك تجيبي لي جلابية حماتك جايبة لي حماتك نفسها ليه؟ هي الولية دي بترغي إيه؟ اصل البت المعفنه نرجس دي وهي وامها ربنا ياخدهم هما الاثنين في يوم واحد البت قالت لي ان في حد مسقسق عمل في جلابيه زرقاء من جلاليبي نرجس ما بتكدبش شفتي يا حاجه صدقتيني بقى انا خلاص اهو يا اختي اهو ادي الجلاليب اهي الجلاليب الزرقاء كلها جبتها اهي ايه يا اختي في ايه؟ طلعتي طلعتي لوحدك ليه؟ انزلي انزلي مكانك ارجعي مكانك يلا انت بتكلم الفوطه او النعمه بتكلم الفوطه هموت واعرف برضو هي بترغي ايه؟ لسه ما طلعتش لسه ما طلعتش هي ايه يا اختي؟ البقعه يا اختي هي معذبه روحها ليه كده؟ ما تجيبي لها غساله بدل ما تبري في ايدها كده انا عايزه اقول لك إن نرجس هي اللي أنقذت حياتك البت المقيحة دي؟ طب قوليلي قوليلي يا أختي هو مين اللي عامل العمل؟ ها؟ حد جديد دخل حياتكم دخل بيتكم بس ما كانش عايش معاكم بس مستني الفرصة عشان يلدغكم واحد واحد يلدغكم واحد واحد وانت يا اختي بتعرفي الحاجات دي كلها من الطشت الطشت قال لي الطشت قال لي انا بتنبأ بالمستقبل بتقولي ايه بقى يا اختي بقولك بتنبأ بالمستقبل وليه؟ ما تنبأتيش به ليه؟ مش ده مستقبل ولا مش مستقبل؟ ها؟ ما تنبأتيش به ليه؟ ده تاني ما هو ده مستقبل بس يا وليه يا خرفانة يا كذابة يا حرامية يا نصابة يلا يا بيت انت المفروض تسمع
سمي نفسك الدجاله رابصه، اقعدي ابي تعالي لي خميس وجمعه بتمرشي حلو. يلا يا بنت، يلا يا حراميه يا نصابه يا كذابه. الله يخرب بيتك يا نرجس يا بتاعه الاعمال السفليه. انا اروح لسحارين حاجه صفصف. يا في ايه؟ لا اها الذهب يا اهو يا حاجه صفصف. انا دلال، انا دلال. في ايه يا حاجه صفصف؟ يا حبيبتي انا جاي اقول لك حاجه مهمه. في ايه يا حاجه؟ خليني اهدى، خليني اخد خضتي كامله. ارتحت، هديت. في ايه يا بت؟ قاعدة ليه كده في الضلمة لوحدك؟ في ايه؟ أنا جاي أقولك على حاجة مهمة جدا. أنا سمعت البت عايدة بتتكلم في التليفون. بتتكلم في التليفون؟ اه. يا مصدتي ده أنا افتكرتها بتتكلم في الكوز. يا فضحتنا في المنطقة. ما طبيعي، ما كل الناس بتتكلم في التليفون يا دلال. طب يا حاجة اسمعيني، المشكلة إنها كانت بتتكلم في التليفون بتقول ايه؟ لا لا. في ايه؟ اوعي تقولي انها كانت بتقول الو. لا احنا بيتنا طول عمره شريف، ما تقول الو، امال هتقول ايه يا حاجه؟ ما تسمعيني، عايزه اقولك كانت بتقول ايه في التليفون. كانت بتكلم حد وبتقول ان هي عايزه تقلب جعفر في قرشين وتهج من هنا. يا مصدتي ده على كده الوليه العرافه دي بتتنبأ بالمستقبل بجد، وانا اللي ضربتها. ده كده هتبعتي الاسياد بتوعها يجننوني. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفها ايه وبتاع ايه يا خالتي؟ ما تركزي معايا، بقول لك هتقلب جعفر. كده كده يا عايده يا صنافور المحطه يا طماعه. طب صبرها عليا. يا صفصف مالك؟ عماله تبصي في الارض ليه؟ اصل انا عجباني البرتوشه بتاعتي. قولي لي ليه؟ ليه؟ عشان انا هنسلها على دماغي اللي يضايقني. عسل يا صفصف. والعسل ده بقى بيجي منين؟ من النحله، والنحله دي بقى بتيجي تقرص، وخصوصا بقى لو حد جه قرب منين؟ من عيالها. من عيالها. اوعي عقلك يقول لك ان انا كده ست كمل وعاقله. لا يا ماما، ده انا تافهه، انا عقلي ده قد السمسمه. انت عارفه الواد جعفر وسيد وهم صغيرين، مع ان سيد ده عمره ما كان صغير، لو كانوا ينزلوا في الشارع يلعبوا مع العيال ويتخانقوا معاهم، اوه انا انزل اشمر الجلابيه وانزل ادك العيال واقعد احدفهم بالطوب، والناس يقولوا لي عيب انت ست كبيره ما تعمليش عقلك بعقل العيال. ابدا، اصل كلكم وعيالكم، كلكم وعيالي ايه؟ كوم. اصل انا عيالي خط احمر. خط ايه؟ احمر. اسم الله عليكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. طب انا هقوم بقى يا طنط، عايزه حاجه؟ طنط طنطتك يا حبيبتي. البت دي انا مش مرتاحه لها. البت دي مش سهلة أبدا. والله يا حاجة أنا ما بقتش عارفة أنت بترتاحي لمين وما بترتاحيش لمين، ولا بتحبي مين ولا بتكرهي مين. أنت كل ساعة في حال. وأنت مال أهلك أنت؟ حد سألك بتتدخلي في خصوصياتي ليه؟ يا مصدتي ما دام بقى كل ساعة بحال، أهو أنا بقى الساعة دي حالي إن أنا مش طايقاكي، وتغوري من هنا يا إما يبقى آخر يوم ليكي. يلا غوري. كاتك داهية. حبيبي حبيب قلب عمتك الحقني. انت يا حبيبي اللي هتنجدني، انت حبيب عمتك الحقني. انا قلت ما فيش حد ممكن يساعدني وينجدني الا انت، عشان كده انا شيعت لك يا حبيب قلب. مين مزعلك بس يا صفصف القلب؟ بقول لك ايه، انا شيعت لك علشان انا وانت لازم نركب البت عايده دي الزحليقه ونبعدها خالص عن طريق جعفر. يا سلام عليك يا عمتي. ما انت عارفه يا حبيبتي ان انا ما اقدرش اعمل كده عشان خاطر جعفر. أنا لحم كتاف من خيره. كتاف إيه؟ وخير إيه؟ هو أنت عندك لحم ولا كتاف من أصله؟ بس هقول إيه؟ ما أنت واطي، ابن الواطي فتوح. أنت عارف هو أبوك كده بدأ الوطيان في سنك كده تقريباً، أو قبليها بشوية. لا هو من وهو طفل صغير كده كان واطي. أنا غلطانة، أنا غلطانة إن أنا استنجدت بيك. أنا مش عايزة منك حاجة، مش عايزة وبعدين شوف بقى
انا هتصرف، وانا هركبها زحلقه لوحدي، ومش عايزه حاجه منك، ومش عايزه اشوفك، ويلا غور من قدامي. انا مش عايزك تزعلي مني، انت بتدخليني في موضوع انا ماليش فيه. عمتي مالكش فيه، خلاص غور من قدامي وانا هعرف اخلص منها ازاي. يلا انجري يا سيدي، اتفضل. سلام يا صفصف. شفتي يا حاج؟ شفتي يا حاج؟ البيت ده له راجل، والراجل ده لما هيرجع هيعرف مين اللي عملها. ويا ويلكوا بقى يا سواد ليلكوا، اصلي فيها حبس وطلاق، سواء بقى من مراتاته او غير مراتاته. طلاق؟ في ايه بنت يا نرجس؟ في ايه يا مقياحه؟ مالك اتخضيتي كده يا بنت اول ما قلت سيره الطلاق؟ اياكي يا بنت، اياكي يا بنت تكون انت اللي عملتيها وتخيبي ظني. لا والله يا عظيم يا حاجة، انا بس لما بسمع كلمة طلاق بطني بتكرك. مصدقاكي يا نرجس، مصدقاكي. ابصالك. بقول لك ايه يا ام، لما نعيم يكلمنا ونعرف هم راحوا انهي مستشفى عايزين نلبس ونروح لهم على طول. انا اخته وانت امه، لكن دول طرايرها. هنروح يا صباح. عارفة يا أمّا إيه اللي ما بحبوش في جعفر؟ إيه يا أبو العريف؟ إنه على نياته وغبي. عندك حق، غبي. مفيش كلام. يا رب. اديكي حاجة اللي جعفر عمله؟ ده انا دلال، ده انا اللي بعت كل حاجة في الدنيا عشان خاطره، وقفت قدام اهلي وخاصمت ناسي وقطعتهم عشان خاطر جعفر وابقى مع جعفر. اخر كل حاجة يجي يشك فيا انا؟ يا اختي ما انا كنت موجودة. الله، مش كان ما قعدنا احنا الثلاثة زي ثلاثي اضواء المسرح؟ بس يا اختي انا ما قلبتهاش نكد زي ما انت عاملة. لا يا حاجة خليكي حقانية، انا اتشتمت واتبهدلت واتهددت بالطلاق وانا مظلومة. بصي يا هبلة يا عبيطة، انا لما كان الحاج عبد الجواد ينكد عليا او يضايقني او يظلمني كنت بفرح وبتبسط. عارفة ليه؟ لاني عارفة بعد كده انه هيجي يراضيني ويطبطب عليا ويصالحني. يا عبدو لما كنت بتصالحني. ابوس ايدك يا حاج عشان خاطري، مش وقت الصوره دي خالص دلوقتي، انا فين مكفيني. انت يا بنت انت هتقولي اقول ايه وما اقولش ايه؟ ده بنت الحاج يطلع وقت ما هو عايز ويبطع في بيته زي ما هو عايز. الله، اطلع يا حاج وقول اللي انت عايزه يا حبيبي. ده انت بنت صحيح مقشفه وجعره. خش يا حاج. حقك على الراس، ما تزعليش مني. انا يا جعفر مش عايز اسمع حاجه، واي حاجه تقوليها عندك حق فيها. والليله ليلتك مش ليلتك، عايزك تباتي معايا الليله دي. وحشتيني وعايز اتكلم معاكي. لو نسمع لصوت الحكمه. انا الملكه. لا يا جعفر، انا مش عايزه. يا سام، جابوا للحمار كنافة، قال هو البرسيم مقصر في ايه؟ انا واعوذ بالله من كلمة انا مش عاوز اعرفك تاني. انا ما قطعاك، خلص الكلام. ما اقدرش يا عمتي، اقسم بالله موت فيها. طيب انا حزينة، انت فاكرني يا واد هبلة زي البت صباح ترضيني بكلمتين؟ صباح دي طيبة مش طلعالي. ده أنا أتفضى معاك بكلمتين محشورين في قلبي وأنا حزينة على البت عايدة دي، تروح تطرشهم كده وتجيب لي مصيبة. طب أنت كنت عايزاني بس أعمل إيه؟ أنت ما شفتيش نفسك كنت بتتكلم عليها إزاي يا عمتي؟ وبعدين أنت عارفة إن أنا ما أقدرش أزعل جعفر. قمت زعل أمه. طب إيه رأيك بقى إن أنا هسخنه عليك وهسخن صباح والعيال والشارع كله؟ يا ابني فتوح الحرامي اللي واكل خير أخته. أنت عارفة يا صفصف، اي حاجه تعمليها بقى على قلبي زي العسل.
ده انت امي اللي مربياني. طب انت عارفه لو قلعت الشبشب ده وضربتني بيه ما اقدرش ارفع عيني فيكي. هيحصل والله يا حبيبتي عمتي. اوعي يا صفصف تكوني مش عارفه ان كل اللي في البيت ده من صغيره لكبيره مش فاهم ومتاكد ان هو عايش في خير وصيفه. طب انت عارفه يا صفصف انا لو اي حد قال لي الكلمتين دول غيرك اقسم بالله كنت جبت رقبته الارض. بس انت فيك حاجه كده لله حاجه يعني. هقول يا عمتي؟ قول. شكلي هيسامحك. انت عندك كاريزما. قطع لسانك فلا الله ولا فالة. وانا بقول لك بالهرسه يا عمتي بقول لك كاريزما كاريزما زي نجوم السيما كده. فاتن حمامه. شاديه. سعاد حسني. ايوه. انت حبيبتي كده عامله زي الشمس، الشمس اللي بتطلع تنور كل حاجه حواليها. عشان كده خلفت صباح. ما هو عشان كده انا جوزتها لك، علشان كلامك اللي زي العسل ده، وعشان انت حبيب قلب عمتك. تعال انا شكلي هصلحك بقى. تعال يا حبيبي تعال. بجد؟ يا حبيبي. حبيب قلبي سامحتك. امي وحبيبتي والله يا عمتي. ماشي. بقولك يا صفصف ما تحكي لي شويه عن عم عبد الجواد الله يرحمه. وكتاب الله عندك وقت؟ معاك لحد الصبح يا عمتي. بس قبل ما احكي لك عن عبده لا مؤاخذه يا حاج دلوقتي ادخل انت. بص يا واد انت ابني، انت فيك حاجه مش مظبوطه، سرحان كده في ايه؟ هي في غيرها يا عمتي، وداد اللي تعبانه وتفشت ومحدش عارف غارت فين هدايا. انا ما كنتش موافقه على الجوازه دي من الاول لولا الواد سيد حبها وهو اللي شبط. عارف البت دي دونا عن كل البنات اللي موجودين في البيت ما عرفش دماغها بتفكر في ايه. نسب يعر بنت فتوح. انت ابن فتوح برضو ونسب يعر برضو، بس انا بحبك. وداد شكلها وراها مصيبة يا عمتي. وراها؟ لا، هي وراها وقدامها وفوقها وتحتها وجنبها، هي كلها كده على بعض مصيبة يا ابني. بس اختي ومحسوب عليا للأسف ومحسوب علينا كلنا يا عمتي. بقى أنا فضفض معاك بكلمتين تروح تطرشهم وتجيب لي مصيبة؟ أنا مش مسامحاك من هنا، لا مش صافي. كتك مصيبة يا ابني فتوح الحرام. بموت فيك. يا ابني ما تزهقنيش. رص المخزن كويس كل حاجة لوحدها، ما تحطش كله على بعضه، يلا اتكل على الله. ايه في ايه يا وصيف؟ في ايه يا وصيف؟ وداد بتتجوز دلوقتي شوقي فتح الله. انت بتقول ايه؟ وساي بتقول انها خلعاه بقالها 7 شهور. شفت اخر تربيتك يا فتوح؟ شفت اخر بخلك في المشاعر والفلوس؟ لا عرفت تربي البت ولا عرفت تاخد الواد تحت جناحك وتكبره. عملت لك ايه الفلوس اللي انت سبت ولادك علشان؟ عملت لك ايه الفلوس؟ محدش بياخد حاجة معايا فتوح. انت بتقوله ايه؟ وداد لا يمكن تعمل كده. هو انت تعرفها اصلا؟ امها لما ماتت وسابتها لك امانة عملت لها ايه؟ عمرك اتكلمت معاها؟ عمرك سمعتها؟ عمرك علمتها ايه الغلط وايه الصح؟ سبتها في الشوارع. البنت طلعت تربيتها سوي زيك بالظبط، تربية شوارع. الشوارع اللي انت رميت البنت فيها وسبتها تروح وتخرج وترجع اخر الليل زي الصبيان. ملوش فايدة الكلام خلص. الله بينا حق. روح لم لحمك. ما بقتش لحم هنا يا فتوح. يلا.
راح فين يا واد؟ راح فين يا شوقي؟ انت نسيتي ولا ايه يا ام جعفر؟ احنا نسايب داخل اشقر على اختي. ما تخليش الحساب يتقل يا شوقي. يتقل؟ هدخل بالشمال. عارفه انت مخلفه مين يا وصيفه ولا ايه؟ مفيش ايام تكسر ابنك. من وانت صغير ربنا دايما بيحطك في المحن عشان عايز يقول لك حاجه واحده بس، انه بيحبك وبيحبك قوي كمان. عشان انا بدعي لك وبشهد لك كل يوم إنك أنت ابن بار. طوى شهادتك دي شوية يا وصيفة، الشهادة دي لوحدها كفيلة تخلينا فوت في الحديد. أنا شفت كتير وعدى عليا ياما، حتى جواد أبوك الله يرحمه كان أقوى إنسان شفته في حياتي. كان ودد عمره ما نزل راسه ولا انحنى ولا اشتكى. عارف يا جعفر، انت الوحيد اللي شفته في حياتي اقوى من عبد الجواد. بس عبد الجواد ما كانش في حنيتك، انت احن يا ولد. سيد اخويا عامل ايه؟ سيبك من سيد دلوقتي، المهم انت تخرج لنا بألف سلامة. عايز اطمن عليه. منصور يردش على حد، الرد على قد السؤال. سوف يجيلك يا جعفر بعد اللي حصل في الشارع. وحياة البطن اللي شالتنا احنا الاتنين يا ام، لا تجيب له عيلة فتح الله تحت رجله زي الحصيرة يدوس عليهم وقت ما مزاجه يجيب. ربنا يخليكوا لبعض يا ابني وتخرج من هنا بألف سلامة. ولا اتكل على الله روحي، ما تجيليش تاني، مش عايزك تتبهدلي معايا. لو مش انا اللي هاجي يا ابن بطني، امال مين اللي يجيلك؟ على فكره مراتك كلهم عايزين يقولك، بس الواد نايم قال لهم انك انت حالف انا لو حد فيهم جه هطلقهم. وقرر لهم الكلام ده؟ إلا هتجيلي منهم متحرموا على اليوم الدين. يلا اتكل على الله امشي. يلا طريق السلامة. لما بت تهرب من بيت أهلها وتمشي لمؤاخذة ماشي بطال ويعدي عليها الزمن وتمسكها مباحث الأداب في مشوار من مشاورها بيودوها المحكمة، القاضي بيحبسها هي مش أهلها. أنا مش فاهمة حاجة. بكرة تفهمي يا بنت فتوح. غوري من هنا، خدي التيران بتوعك معاكي. اياك اشوفك بتعيط تاني مره قدام اي حد، والا قسما بالله ارقعك كف على وشك ما خدتهوش وانت عيل صغير. اجمد يا ولا. زعلان يا ابو.
زعلان سبتني يما زعلان. جعفر كده بيروح مني وانا واقف اتفرج. الفرج من عندك يا رب. ما تقوليش كده يا عمتي والنبي. جعفر هيخرج وهيبقى في وسطينا. احنا ماشيين في حل وربنا هيكرمنا فيه. طب احلف يا نعيم. والله العظيم يا عمتي بجد. وبعدين هو انت مستهونه بدعوتك ليه لأم جعفر ولا ايه؟ جعفر ده فرحتي يا نعيم. الحنيه اللي ربنا اكرمني بيها. البر والسند. جعفر ده اللي هون عليا بعد ما ابوما مات. جعفر ده نور عيني. لو راح عيني تبيض. جعفر ده سندي. هو سندك وظهرك انت لوحدك يا عمتي. ده سندنا كلنا. بإذن الله ربنا مش هيضرنا فيه. ادعي له يا عمتي. ادعي له بزيادة. يا رب ما نضام فيك يا جعفر يا ابن بطني. يا رب. أنا أقف قدامها وتهزقني بالشكل ده. البنت دي عمرها ما كانت كده يا وصيفة. لا هي كده. أنت اللي كنت معنا. أوعى تفتكر إن الحياة إيد بتاخد بس. لا. الحياة سلف ودين وعلى حسب نبتتك انت بتجني وانت نبتتك معفنة نبتت قلة أدب وقلة أصل وقلة تربية وغدر. مفيش حاجة في الدنيا تخلي بنت تهزق أبوها وتتمسخر عليه بالشكل ده يا وصيفة. ده كويس قوي إنها جت على قد كده. البنت وحشة وحشة قوي يا فتوح. بس انت اللي فقت متأخر. على قد ما انا مش طايقاها على قد ما انا بقول لك ان ذنبها في رقبتك. انا مش عارف اعمل ايه يا وصيفه. الموضوع ده لو وصل للتجار في السوق شكلها هيبقى عامل ازاي؟ التجار في السوق برضو اللي فارق لك نفسك. انت عمرك ما هتتغير يا فتوح. انت برضو اللي فارق لك نفسك قدام الناس. انت خسرت واحدة خلاص. ما فضلكش غير نعيم. خده تحت جناحك واعتبر نفسك ما خلفتش غيره. الا نصيبي فين من ورث ابويا يا نيتن يا معفن. بس انا واثقة في جعفر يا صفصف. بس كمان نعيم عنده حق. هو في حاجة مخبيها. انا اول مرة في حياتي ما بقاش عارفة جعفر بيفكر في ايه. يمكن خايف. لا انا ابني ما يخافش من حد. انا ابني يمكن خايف على حد. يمكن البت دلال. اصل دلال دي كانت الحب كله. ما كانش يرتاح الا في حضنها. كان بيستنى ليلتها. ولما يجيله شوق يفضفض كان يروح لها ويقعد يتكلم معاها. للدرجه دي؟ بس انتي اما ظهرتي اديتيها كتف. ايه يا بت؟ ايه هتطرشي في وشي؟ ايه يا بت تكوني حامل؟ حامل ايه بس يا صفصف؟ اها كورونا. الله يخرب بيت ما جايبك يا جعفر. ايه انتي واقفه بتعملي ايه يا جربوحة الجرابيع؟ كنت جاي اسالك يا ست الكل الفحم ولع ارصلك حجر؟ الله يتولع فيكي. انا هو يا اهليه انك واقفه بتتصنطي عليا. انا؟ لا 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 خالص. ده هعمل لك شاي مع الحجر يا حاج. هعمل لك شاي. اه
يا لهوي يا جعفر، يا لهوي يا جعفر. والنبي هم انا ما حمل صوت عالي دلوقتي. انت رحت صالحهم بعد ما بهدلونا ومرمطونا في المنطقة كلها؟ رحت صالحهم وتحط ايدك في ايدهم؟ انا ما خصمتش حد عشان اصالحه، وهرجع اقولك اللي قلتولك قبل كده، اخد الحق حرفة وكله بوانه. واوانه ده امتى ان شاء الله؟ لما لقى اخوك طبيب ساكت من قهرته على نفسه؟ وغلوت عندك اما ما عايز اسمع كلام تاني. ماشي يا جعفر ماشي. انت مش عارفة ابنك وصيفة، مش عارفة اني مستعجل اكتر منك، بس ما ينوبك من قطف الفاكهة قبل ما عدا الا مسخت طعمها وحشرجة زورك. كله بميعاده. تعالي هنا يا مقصوفة الرقبة. انتي واقفة يا بنت هنا تتصنطي علينا يا واطية؟ لا 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 هتصنط عليكم، وانا برضه هتصنط عليكم يا حاجة. انا كنت رايحة اجيب حاجة للمطبخ عشان بنضفه. قولي لي بقى مين اللي وزك علينا؟ حد من البنات ولا حد من برا؟ حد هيوزني عليكي برضو يا ست الكل؟ ده انا خدمتك، انا ما عملتش اي حاجه خالص والله. ده انا كنت واقفه عادي جدا ومحدش استجرى اصلا يوزني عليكي. ده انا ايدك ورجلك يا حاجه، ما عمري ما كنت هتجسس عليكي ابدا. اصلا اتجسس ليه؟ مين يا بت؟ مين يا بت؟ انطقي حاجه تفكي فيها بعد كل اللي انا بعمله عشانك يا حاجه. ده انا ايدك ورجلك، ده كفايه اللي انا مستحملاه والله العظيم. مستحمله ايه يا معفنه؟ ده انت المفروض تبوسي ايدك وش وظهر وتصوني العيش والملح، واقفه بتتجسسي علينا يا واطيه. جعفر البت دي لازم تمشي حالك كده يا حاجه، كده عايزه تمشيني بعد كل اللي انا بعمله لك. بت خمس دقايق تكون لميتي حاجتك ومشيتي. يلا يلا يا معفنه. شفت البت سهده؟ مع ان البت دي كنت بعملها زي بنتي، كنت بدلعها وبطبطب عليها، عمري ما قلت لها حاجه وحشه. شفتي عملت ايه؟ بس انا بقى مش عارفه هي كانت بتنقل الاخبار لمين. تصدقي شكلها طيبه قوي، ما يبانش عليها انها كده خالص. ما تحكميش بالشكل، خساره فيها الهدمتين اللي انا اديتهم لها. بس انا كنت شاكه فيها من الاول. طب ايه اللي شككك فيها يا طنط؟ من رصه الحجر. بنت القردة كان عليها رصة حجر، والحاج عبد الجواد قال لي اوعي تأمني لحد بيرص حجر الشيشة حلو. على كده بقى ما حدش يأمن لأهواجي في حياته. ايوه يا اختي اتنقوزي انتي كده واتنقواري يا صنافور المحطة انتي. طنطا هو انا لو قلتلك على سر ممكن ما تقوليش لحد خالص؟ طبعا يا بنت انتي زي بنتي. ولا حتى جعفر؟ بصي اصل في حاجه حصلت كده انا مش عارفه يعني جعفر ممكن يعمل ايه لو عرفها، بس والله العظيم هي حصلت غصب عني. انا حامل. حامل؟ يا الف بركه عشان تصدقي صفصف بعد كده ولا احسن واحده بتقرا فنجان. حامل اياكي اياكي تقولي لحد لغايه ما انا اقول لك امتى. اوعي. الف بركه. قمر يا صف. عارف. طب ليه ما بتفكريش تعملي شعرك احمر تغيير؟ يوم سبتي وابقى لون العفاريت كده؟ لا يا بنتي لا، انا جبت الكوافير بتاعي وقلت له اعمل لي نفس اللون بتاع البت ده. لا راح مفحمني كده ابن المفحمه. حلو الاسود، بس هو مشكلته ان هو كبرك حبتين. شفتي بقى اهو كلامك الرزل ده اللي بيضايقني منك. ايه يا صفصف؟ وانت اي حاجه بتعصبك كده بسرعه؟ ما هو انا في حاجتين يا بنتي بيضايقوني من البني ادم، اللف والدوران والغباء. وانا بقى ايه فيهم بالظبط؟ الاولى لما تيجي عاوزه تكلميني في موضوع تقعدي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لغايه ما تدروخي كده. بس الشهادة لله بقالك كده فترة ماشية مظبوط، عشان كده أنا بفتح لك قلبي وأنت كمان عاوزاكي تفتحي لي قلبك. مش فاهمة. بتحبيه؟ هو مين ده؟ يعني هيكون جوز أمي؟ مين يعني؟ قصدك جعفر. أهو أنت دلوقتي بقيت الاتنين، الغباء واللف والدوران. جعفر، جعفر يا بنت.
شوفي بقى يا بنت الناس، اوعي تتكبري على مشاعري. انا عارفه انك انتي بنت اصول وطينه غير الطينه، بس لازم تعرفي ان الحب ده عباره عن مجموعه مشاعر كده وقلوب ربنا مجمع. بحبه. طب وبتعيطي ليه؟ هو الحب نكد؟ عشان مش عارفه ان انا حبيته ده صح ولا غلط. يا بنت العبيطه، ده جوزي. عندك حق. لا لا لا، انا ملياش في الكلام ده. اذا كان اعراض الحمل هتنكد عليكي، روحي ياخدي شقتك تنكدي لوحدك. انا ملياش في مسلسلات دموع في عيون عايده. ايوه كده، فرفشي يا اختي فرفشي. انا عايزه اقول لك على حاجه كمان يا صفصف. قولي يا غاليه. انا ما حبيتش جعفر لوحده، انا بقيت احبك انت كمان قوي. يا بتفهمي يا بنت، بتفهمي، شاطره. المفروض انك انت تحبيني اكتر يا بنت. تيجي سيرة الحب وافتكر عبده. يا سلام، كان بيجي ياخدني من المدرسة ويوديني الملاهي. أول مرة في حياتي كنت أركب المراجيح. أنا خريجة إعدادية، ما اتجوزت عندي 15 سنة، أمال يعني كنت هخلف الواد سيد الخنشور ده إزاي؟ يا عبده. لو النبي ما تطلعيش الصورة. أهو ما هو وانت سايبة حتة مش حاطة صورته فيها هنا. أقرب لو النبي. عارفة؟ عارفة؟ ما أنا متجوزة ابنة. بقولك يا صفصف، أنا بفكر أقول لجعفر إن أنا حامل. لا لا، مش دلوقتي، اصبري بس شوية، أنا هقولك إمتى. طب أنا عايز أسألك على حاجة كده بيني وبينك. هو جعفر ممكن يسامح حد لو خب حاجة عليه؟ ما هو على حسب الحد ده مين. طب لو أنا الحد ده وخبيت حاجة عليه، ممكن يعني ان هو يسامحني ولا ما بينسيش؟ ما هو على حسب برضو انت مخبيه ايه. بصي، هو الواد جعفر ده شوفي ابني كده، بس ايه، له طبع غريب شويه. ايه يعني؟ ممكن تبقى حاجه كبيره قوي 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 وتلاقيه سامح فيها، وحاجه تافهه ما حدش يزعل منها وتلاقيه قفش وزعل. طبعه غريب طالع لي. الله يطمنك. انت مخبيه ايه بقى؟ انا مش مخبيه حاجه، انا بفضفض معاكي بس. اطلع الصوره لو بقى. لو النبي. لو النبي. لو النبي. طب خلاص يا عبدو، خليك. وبعدين يا بنت، انت قاعده بالجزمه على الفرشه اللي انا هنام عليها. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ساتر، مفيش احساس. ايه اللي شغلك يا جعفر؟ انت كنت رايق يا ماما. ايه اللي شغلك يا نور عين امك؟ واتسيف تاني برضه سيف؟ ماله؟ كنت حكي لك انا، اما الواد ده اتولد ملقاش ابوه، امه اللي مربيه، وقعد عنده في الشقه. باب خبط، الواد بيفتح، لقيت بالهلشامه. ايه؟ الهلشامه؟ يا امه بالهلشامه. الهلشامه اللي بدور عليه عمري كله. جريت وراه عربيه خبطته ومات. يا لهوي. وقعد بعد ما قال لي ان ابنك عايش. بجد؟ بس ما قاليش مكانه فين. وكأن الدنيا مسلطة عليها بلال شمل تعذيبي. سألت سيف، قلت له تعرف الراجل ده منين وجاي لك ليه؟ قال لي ان امه الله يرحمها قالت انه قريبه من بعيد. وهو ما يعرفوش. خدت الواد وطلعنا على اسكندريه على خالته. قلت ما اعرفش حد اسمه بلال شام. منين قريبهم؟ منين لا الواد ولا خالته يعرفوا؟ مش الواد سيف ده ابني يا ماما. عربته غريبه. الواد مكتوب باسم جده. في حاجه بينه وبينه وبين بلال شام وقريبه. الواد ما يعرفوش ولا خالته تعرفه. ده الشاب اللي بدور عليه العمر كله، ولقيه في شقته. مش رابطة غريبة دي؟ أنت شاكك إن هو ابنك يا جعفر؟ ولا نفسك يكون ابنك؟ شاكك. شاكك ونفسي يا أم. شاكك ونفسي. مش يمكن سيف ده يكون مزقوق عليك يا جعفر؟ صفر. ما
تزعلش من اللي انا هقوله لك يا جعفر. ما تخليش شوقك لابنك يخليك تفكر غلط. ما تخليش حبك لسيف يخليك تفكر انه هو ابنك. يا ابني عيش حياتك بقى وسيبها لربنا. لو ربنا رايد يرجع لك ابنك هيرجعهولك. عارف ستي الله يرحمها كانت دايما كده لما تيجي حاجه تضيع مننا تقول لنا اللي تبطل تدور عليه هيتلقى لوحده. الله يرحمها ستك كان قصدها على حاجه ضايعه. واحد الله اللي ضايع. طب بقول لك ايه، انا في موضوع تاني عاوز اكلمك فيه يا جعفر. خير؟ عايده حامل. فين الموضوع ده؟ هي قالت لك؟ جعفر بابا ما فعل الموضوع ده. وعملت ايه؟ انت فاكرك ابنك هيسيب واحده غلطت فيه على ذمته طلقتها؟ ليه كده يا ابني؟ البنت ذنبها ايه؟ دي لسه مسقطه. واللي مسقطه ده ابني هي ذنبها ايه وانا ذنبي ايه؟ ياما في كل خلفه راحت مني. مين عايز يقطع نسلي من الدنيا ياما؟ مين اللي سقط دلال؟ عايده اللي خطف ابني من سوريا مين ياما؟ او هيكون كلام البت سوريا اثر فيك. ما تخليش الشيطان يسخنك تاني على اخوك يا جعفر. اقسم بالله ما سيد ده ابني وانا عارفه متاكده سيد ما يعملش كده يا جعفر. هو ما فيش غير الواد شوقي انا حاسه بكده. وانا حاسس انه مش شوقي يا ام. انا حاسس انه يقلل البقين دول عشان يكدني. وحتى لو هو لازم اتاكد. اسهل حاجه يا ام ان انا انزل اسفلته بالشارع دلوقتي. بس افرض الكلام طلع صح وبلال شمال كذاب. أقول لك على حاجة يا أمه. قول يا دنايا. أنا متأكد إني مش هشوف ابني تاني. متأكد إني مش هشوف خلفتي كلها. ليه كده يا ابني؟ ده ربنا كبير وحنين وهيدي لك على قد طبتك. شوف يا جعفر أنا عمال أفكر هو ما فيش غير العيلة دي اللي اتفتح الله والواد شوقي. أنا متأكدة إن الواد شوقي ده هو اللي صمم إن هو يحرمك من الخلفة زي ما أنت حرمته من أخويا ابني. هو شوقي. أديكوا رجعتوا تاني وشكم في وش بعض. بكرة يدخل علينا معاه واحدة جديدة. ابني وأنا عارفاه يعملها. طب واللي في بطنها؟ هيطلقها وهي حامل؟ هو جعفر بقى قاسي ولا ايه؟ ما تعرفيش يا حاجه هو طلقها ليه؟ الزهري يا اختي ما لمتش الغسيل من على الحبل. هعرف منين يا بيت؟ يعني فكرك سبب المشكله ايه عشان يطلقها؟ يا اختي شعرفني ما كنتش حتى كاميرات عشان اعرف ايه المشكله. طب ما احنا لازم نعرف يا حاجه عشان اللي حصل لها ما يحصلناش احنا كمان. لا مش هيحصل لكم يا اختي. المهم انا عايزاكوا تركزوا، لازم تلحقوا تخلفوا، تحملوا بسرعه كده قبل ما يرجع ويغير رايه. طب ما هي يمكن طلع عشان سقطت. ايه ده؟ هي عايده سقطت؟ وانتي عرفتي منين انها سقطت ولا ما سقطتش؟ وانا اعرف منين يا حاجه؟ انا بقول يمكن عملت زي نرجس وسقطت عشان خاطر تراضي جعفر. انا ما اعرفش. المهم يعني يا حاجه هي سقطت ولا ما سقطتش؟ خليكي في حالك انتي دلوقت. طب وبعدين يا حاجه في اللي احنا فيه ده هنفضل على مزاج جعفر؟ خلفوا ما تخلفوش. اخرس يا نرجس. بصراحه بقى يا حاجه هي معاها حق. اسمعوا منك ليها، اكتبوا بقى كل الاعتراضات بتاعتكم واسئلتكم لجعفر وابعتوها على البريد. انا مش ناقصه خوطه الدماغ. معلش يا حاجه انا بس عندي شويه صداع هدخل جوه. ازاي يعني يقبل انها تقعد عنده بعد كل اللي عملته ده؟ انا مش فاهم يا سيد ازاي جالها قلب تحط عينها في عينيك بعد اللي حصل؟ وهي سابت شوقي فعلا ولا ده حوار من حواراتها؟ معرفش يا نعيم. انا اول ما شفتها ما حسيتش بنفسي غير وانا بضربها.
عملت اللي كان لازم يحصل على فكرة. أنا كنت عارف إن هيجي يوم وهتندب على كل اللي عملته ده، بس ما كنتش متخيل إنه هيجي بالسرعة دي. وداد ما بتندمش يا سيد، هتلاقي في مصيبة تانية بتفكر فيها. لا، وداد ما عرفتش قيمتي غير لما ما بقتش في إيدها. ده أنا حتى كنت بفكر أرجعها. عشان أزلها وأجيب مناخيرها الأرض. لا يا عين أمك، دي صفحة واتقفلت يا سيد، وما تخلينيش أقوم أمسح بكرامتك الأرض قدام أختك وجوزها، مفهوم؟ مفهوم. بس هي قالت لي حاجة غريبة لما شفتها، إنها عملت كل راضي بس مش هي اللي ضربت عايدة على دماغها. أمال مين يعني؟ دلال. البت البيك عم وش مكشوف بعد كل ده، فاكرة ان اخوك اهبل وانها اول ما تقوله انا هرجع ياخدها في حضنه ويطبطب. فاكرة انه اهبل؟ في ايه يا واد؟ شكلك كده شاكك. لا مش شاكك يا امه، برب خير من اللي اشترى. اخويا وانا عارفه. ان جيت لي الحق، انا شفت في عينيه انه لسه بيحبها. اسمع يا جعفر، احنا لازم نجوز الواد ده بسرعة عشان ينساها خالص. ايدي على كتفك يا امه، فين بنت الحرام دي اللي تمسح له ذاكرته؟ تفتكر يعني ان البت دي لما رجعت مسقوقة من شوقي؟ شوقي كان عايز يعمل بيها نمرة علينا، وما خلص النمرة رماها في الزبالة وعايز يكسر عيني. في حاجة تانية مهمة عايزة أقولها لك. هو أنت قلت للبت دلال إن عايدة سقطت؟ لا ما قلتلهاش حاجة، محدش يعرف غيرك. أصل البت دلال وقعت بلسانها وقالت إن جعفر طلقها لما عرف إنها سقطت. في حاجة كمان، البت وداد حلفت لسيد ميت يمين إن مش هي اللي ضربت عايدة على السلم. البت دي وراها حاجة. الو يا معلم، الواد رامي صاحبي جاب لك العنوان. افرم عليك، ولا انا جاي لك على طول مسافه الطريق. رايح فين يا جعفر؟ وبرجع احكي لك اهو. السلام عليكم. عليكم السلام. وراك ايه يا دلال؟ يا صنافور المحطة، وحشتيني يا بت. حلو حلو، ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده، انت ايه اللي جايبك هنا يا ولا؟ والله حاجة صاحبي وجايبة لم وراه يعني. لم يا اخوي. وحضرتك عرفت عنوان البيت منين؟ يا بت يا بنت، انت مش مقدره، ده انا خريجه الاعداديه، يعني انا لو عايزه اعرف حاجه هعرفها. الكذب خيبه. عرفتي يا اختي من سوسو بوسو بتوعك اصحابك المقاطيع؟ يرضيك يا طنط اللي ابنك عمله فيا ده؟ يا هبله، ما هو انا جايه لك علشان كده، عشان عارفه انك انت هبله وانت عارفه كده. شوفي يا عايده، انا ست لا بعرف الف ولا دور ولا اعرف اكذب. انت يوم ما جعفر ما اتجوزك أنا ما فرحتش، زي ما ما فرحتش لما اتجوز دلال وبعدها نرجس. المرة الوحيدة اللي أنا فرحت بيها لما اتجوز سوريا، مع إني ما كنتش بحبها، ما كنتش طايقاها، وكنت مستخسرة الولا فيها، وكنت حاسة إن هو كتير عليها قوي. بس فرحت، فرحت علشان عرفت إن ابني خلاص هيرتاح وهيتهنى. بس بعد الجوازات التلاتة واللي انتي آخرهم، عرفت ان ابني جاب لحياته الهم والغم. كترة الجواز يا بنتي تجيب الغم.
على فكرة أنا مش جاية لك النهاردة عشان أقول لك ترجعي له ولا ما ترجعي له، دي حاجة ليكي، مع إن أنا بحبك زي صباح. أنا جاية لك النهاردة عشان أدافع عن جعفر، أدافع عن ابني. ابني مش ممكن يعمل كده، ابني عمره ما يأذي. والله العظيم يا حاجة كنت لسه بقولها نفس البق. يا واد خليك في حالك أنت. الله، هو جعفر هنا؟ لا. أمال الشاي ده بتاع مين؟ ده بتاعنا يا حاج. خدتي بالك يا عايدة؟ جعفر عمره ما يأذي. تعرفي يا طنط؟ أنا عمري في حياتي ما تمنيت أبقى أم. عن إذنكم البيت بيتكم. جرى إيه يا وصيفة؟ دماغك ودتك فين؟ هو بيقابل جعفر كل شوية، يمكن شافه وهو بيعمل كده وبيقلده وخلاص. ما تخليش دماغك تاخدك بعيد يا وصيفة. يعني إيه كنت فين وبعمل إيه؟ أنت مالك أنت يا سرايا؟ كنت في بيت شوقي بتعملي إيه يا دلال؟ هكون بعمل ايه يعني يا حاجة؟ رحت اتكلم مع شوقي عشان اهدي الدنيا بينه وبين جعفر. انت يا بنت كدابة وما يتسكتش عليكي، وانا لما يجي جعفر هقول له، وهو بقى يشوف له صرفة معاك انت وعيلتك. كنت بعتبرك زي بنتي وسري، ما طلعتيش سهلة يا دلال. هما يا حاجة سخنوكي عليا؟ ما حدش سخني، انت بس اللي اتكشفتي. انت كنت عايزه تقتلي عايده ليه؟ نهار اسود، انا ايه انا بسمعه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ في الاخر انا كنت عايزه اقتل عايده؟ لا يا حاجه عن اذنك، انا مش هقدر استحمل الكلام ده ابدا، مش مصدقه نفسي والله. اللي انت بتقوليه ده يا حاج، هي مش وداد هي اللي عملت كده؟ ريحي انت يا مقيحه، ريحي يا اختي. حاضر حاضر. جه اليوم اللي الملكة تفتح الباب، أنا مش عارفة بيتفشوا مني ليش شغالين. عايدة، أهلا وسهلا يا حبيبتي، تفضلي. يا أهلا وسهلا. إيه مالك؟ جعفر عايز مني إيه طن؟ هو مش خلاص طلقني وسقطني عشان خاطري خليه يسيبني في حالي؟ أنا مش فاهمة حاجة. مش مهم تفهمي يا طن، جعفر عايز يأذيني. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قالي، مش مهم أي حاجة، المهم إن أنت تخليه يسيبني في حالي وقولي له إن أنا هرجع له الفلوس بتاعته، خليه بقى ما يأذينيش. الله، يا بنت ما تقعديش تلف وتدوري، قولي لي مين اللي قالك، اعددي الموضوع عشان أفهم. دلال. يا أختي دلال، طيب ما هي البنت خايفة، البنت ما صدقت إنك مشيتي، خايفة إنك أنت ترجعي له يا هبلة. ايه قولك بقى؟ انا شاكه ان هي اللي ضربتك على السلم ورقدتك في المستشفى، مش البت وداد. مش فارق معايا مين اللي عمل كده، كل اللي فارق معايا انهم يسيبوني في حالي، انا كده كده مسافره وسايبه لهم الدنيا باللي فيها عشان خاطري يا طنط، خليه ما يأذينيش. لا يا بنتي، انا ابني ما يأذيش حد عشره. طب قولي له عايده بتقولك لو فارق معاك العشره ما تأذيهش. عن اذنك. مصطفى، بعد ما تخلص تقفل الكراتين والشنط وديهم لي على البيت. أنا استنركس. هتقطعي بيا يا بنت؟ هتوحشيني.
وحشني قوي يا حاجة. وانتي كمان، ما اكذبش عليكي، انا كنت بتمنى ان هو يطلقني. طلبتها منه بدل المره 10 عشان الاعمال السفليه والهباب اللي كنت بتعملي انت وامك. وكمان كره الجوازات الكتيره دي، كان نفسي يبقى مع واحده بس ساعه جت العشره بتوجع. خلاص بقى يا حاج، كله نصيب. والله يا حاج انتي مفيش اطيب منك في الدنيا. انا عارفه والله، والله انا بحبك بجد والله. مش عايزاكي تكوني زعلانه مني لو عملت حاجه انا وامي ضايقتك قبل كده. والنبي ما تزعليش مني، سامحيني. والنبي سامحيني. خلاص بقى يا بنت، بس يا حبيبتي، بس يا حبيبتي، خلاص كفايه بقى. يلا يا بنت يا صباح، تعالي وصليني شقتي، انا ما بحبش النكد والعياط والحاجات دي. هتوحشني قوي يا بنت. في ايه يا بنت؟ انا قلت لك تعالي وصليني، مش تودعي. انا ما بحبش، انا ست فرفوشه، ما بحبش النكد ده. ولا صفصف لما تقول نمشي نمشي، ما خلاص بقى. صباح الخير. الليلة كانت حلوة صح؟ وايه الجديد؟ نسيت اقولك على حاجة صغيرة بس. دي آخر ليلة بينا. يا واد مبطل هزارك الخالص ده بقى. الله. يا سمر ما قلتلكيش؟ مش أنا نصبت عليكي؟ يا ابني مبطل غلاسة بقى الله. زي ما بقولك كده، نصبت عليكي إيه؟ نصبت عليا إزاي يا روح أمك؟ نصب يعني نصب. سمر، يلا يا متر، وزع لكل واحد نصيبه من فلوس ابني. نزل الشنطة في العربية يا متر. الفلوس اللي كانت ستراكي خلاص راحت، واهلك اللي هم احنا لفينا وادينا لك ظهرنا، والراجل اللي كان سترك ومدلعك اللي انت سرقتي فلوسه مستحيل يرجع لك، والتاني رماكي في نصاص الليالي زي كلاب الشوارع، والتالت متأجر. والله أنا اللي مأجراه يا بنت. ده اللي يدوس على طرف عيل من عيالي أكله بسناني، أمسك دماغه كده وأفرمه تحت جزمتي زي ما أنا فرمتك يا وداد. إيجار الشقة والمحل معاكي فلوسهم؟ أفتكرش. هتموتي لوحدك كده يا بنت فتوح. كان واجب عليكي قبل ما تفكري تعملي أي حاجة في سيد تفتكري إنه له أم اسمها وصيفة العطار. فو عليكي. ايه دول اليوم؟ فلوسك اللي كانت واخدهم منك وداد. جبتيهم ازاي؟ وانت مالك؟ ليك اكل ولا بحلقه؟ انا مش عايز فلوس يابا، انا عايزه هيك. ما
بعد كل اللي عملته فيك لسه عايز ترجع لها؟ انا مش عارفه انت طالع خايب لمين. مش قادر يا ابا، مش قادر اشيلها من دماغي. اتجوز غيرها علشان تنساها، بس بلاش تكون ضعيف بالشكل ده. اوعى تبص لنفسك على انك قليل يا سيد. اللي يشوف نفسه قليل وضعيف كده الناس كلها هتشوفه كده. اجمد وقف واسترجل وحط عينك في عين اتخن تخين. خليك زي جعفر اخوك. انت عارف ايه الفرق بينك وبينه؟ ان جعفر من صغره حاسس بقيمته من وهو عمره سنتين. حس بقيمتك يا سيد. يا سيد ده انت لما تمشي في السيدة زينب ولا براها الكل يعرف مين سيد عبد الجواد العمدة. اجمد يا سيد، ده انت بتحكم بالرجالة في شنبات وبيسمعوا كلامك وبينفذوه. قوم تعيط على بنت خاينة زي دي. قوم قوم اغسل وشك، مش هشوف وشك كده تاني مرة. قوم. حاضر يا حاضر. ازيك؟ زيك يا حبيب قلب أمك. حبيبي واد مصطفى لسه ما جابلكيش شغالة؟ يعني بيقول مش لاقي ولا واحدة راضية تشتغل عندي. ظلم يا أم، ظلمينك. قلت لها سد معاكي بنت أفريقية ولا في لبنانية، بس وربنا ما هتحليها وتعمل لنا مشاكل دبلوماسية وتبقى نيلة. أها. بقول لك ايه يا جعفر، كنا عايزين انا والحاجه يعني نتكلم معاك في حاجات كتير كده. خير؟ دلال مالها؟ حاسه كده كانها مخبيه حاجه كبيره، وكانها واحده تانية غير اللي عرفتها طول السنين اللي فاتت. سرايا عندها حق يا جعفر. شئت وتعبت مع سرايا، اتحرمت من ابنك الوحيد، جوزت عليك بدل واحدة تلاتة، وانت أصيلة وصبرة. ايه الأمنية اللي بتتمناها بنت سرايا؟ قوليلي. أتمنى ايه بس؟ ما أنا كل اللي بعوزه بيجيلي. ربنا يخليك ليا. كل اللي بتعوزيه بيجيلك ولا كل اللي بتعوزيه بتسرقيه؟ طب ورحمة الميتين، أنا بقالي أسبوعين ما سرقتش حاجة. صوت النشالة، بتسرقنا بقالها 20 سنة وهتزيدنا على أسبوعين ده ما تولدش فيهم. بالك رايق يا جعفر. ايه ده يا جعفر؟ انت مش حاططنا وراك لحد هنا عشان تقابل صاحبك السخطه ده؟ ده انا قلت هتغدينا بره. لا المال الحلال بيروح ولا الخلفه الحلال بتروح. اللي انت كنت بتشوفي معايا ده سرايا مننا. عبد جواد جعفر عبد جواد. انت مسمينا عبد جواد؟ اسم ابويا. ما تضحكش عليا والنبي يا جعفر. انت ابني؟ عليا الطلاق. ابنك يا سرايا. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. رجع حبيب عيني نبض اللي تم مني. يا أرض اللي كانت بور من حضنه طرحت نور. يا قلبي يا مقهور انسى الوجع غني. تعرف
هتسافر مستنيه اليوم ده من امتى؟ انا عشت عمري كله استنى الحضن ده، وهتفضل في حضني لحد ما اموت. بنت خلاص بقى ما توجعيش قلبنا بقى. كده برضو، كده برضو يا جعفر، كده يا ابني، كده برضو تبقى عارف المدة دي كلها يا ابني وما تقولناش. والله ما كنت اعرف يا امه، اول ما خالته قالت لي قلت لك على طول، وبعدين لقيته بركة دعائك. ربنا يريح قلبك يا ابني. انت سيبيني شويه. استني والنبي يا حاجه. مالك يا حبيبي؟ انت مش فرحان ان طلعت امك؟ لا لا طبعا، ازاي؟ والله انا اتشرفت بحضرتك يعني. حضرتك يا اخي ملعون ابو الدنيا اللي خلتك جاي معايا كده يا ابني. لا يا حبيبي لا لا، بس انا راضيه، انا راضيه الحمد لله. بكره هتاخد عليا وتتعود علينا وتحبني. انا طيبه والله واتحب حتى سنه. ما تصدقهاش ما تصدقهاش. تعالى يا حبيبي في حضن جدتك حبيبتي. انت هتبقى صاحبي ها؟ انت بتحب الكوره يا ولا؟ هتوديني ماتشات كوره ها؟ يا حبيبي يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا ابني. بطلي عياط بقى يا بنت، ما تتخضش يا حبيبي، ما تتخضش. طلع حضن ابوك. روح لابوك يا ابني. انا عارف ان اسم ابوك ده مش عاجبك عشان اسمها دي، بس ما تزعلش، اقول لك عبده. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. خلاص بقى الواد تلاقي بنعيط، والواد لقينا بنعيط، احنا عيلة وش غام ومية. كؤبة كؤبة يا أخويا كؤبة. كؤبة. ازيك يا سيد؟ خش يا حبيبي. وداد جات لي النهارده يا عم. انت عملت ايه؟ قفلت في وشها الباب. الواحد هزق نفسه كتير قوي. خلاص يا حاجة، من هنا ورايح هتشوفه سيد تاني خالص غير اللي عرفته. الحمد لله. الأخبار الحلوة كده جاية بكم. هو في أخبار حلوة تاني يا حاجة ولا إيه؟ فرحيني. هو في يا سيد، بس أنا خايفة أقول لك يا ابني. أنت ما بيتبلش في بقك فولة. إيه يا أم؟ هو الواحد بعد كل اللي بيحصل له ده وما بيتعلمش؟ تعدميني يا أم لو ما قلتليش. يوهو، جعفر لأبنه وعرف طلع مين؟ طلع الواد سيف اللي هو رايح جاي معاه اللي انت ضربته. انت كريم يا رب. انا مش مصدقه. حلم حلم يا سيد، حلم. ما انت كريم. الحمد لله يا رب العالمين. تعال يا دلال، تعال يا دلال. باركت لجعفر ولا لسه؟ جعفر لا ابنه وعارفه مين؟ الواد سيف، الواد اللي انا ضربته. أنا قلت حاجة غلط إن جعفر لقى ابنه؟ ازيك يا حبيبي؟ ما تمسك يا زفت. إيه ده؟ تعالى، ده أنا عاملة لك أكل هتاكل صوابعك وراه. أنت عارف أنا بقالي سنين ما وقفتش في المطبخ، بس وقفت عشانك، عشان الغالي ابن الغالي. اهدى، خد. تعالى يا حبيبي هتاكل اكل مفيش كده. اصل امك دي لا بتعرف تطبخ ولا تعرف تعمل حاجه وملهاش نفس بالاكل. كل يا حبيبي كل. مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه بصراحه، كتير قوي الكلام ده. مش كتير عليك يا حبيبي، مش كتير عليك. انت لسه شفت حاجه؟ الا قول لي يا سيف، هو انت لما شفت جعفر حسيته ان ابوك؟ لا بصراحه تيتا. تيتا بطتك، قول لي يا صفصف.
حاضر يا سمسم. لا بصراحة ما حسيتش يعني، بس كنت بدعي ربنا كده ساعات اقول يا رب ما خليتليش اب زي الراجل ده. وبيني وبين نفسي يعني كنت بقعد اسأل نفسي هو ليه ابويا سابني، بس اه الحمد لله. ايه سبك انت يا حمار انت؟ هو انت ليه كل شوية عمالة تشتميني؟ هقول لك ايه؟ ما انت اصلك ما عشتش معانا، ما تعرفش لسه طبعنا. الشتيمة عندنا محبة زي ما ستك معودانا بالظبط. طب انت عارف انا امتى عرفت ان ابوك بيحبني بجد؟ لما كان يجي كده يدلعني ويقول لي ما تيجي نخرج ناكل بره يا بقرة. بقرة؟ يا ابني ده ما كانش بيدلعها، ده كان بيوصف الحالة اللي قدامه. والله العظيم يا صفصف انت عسل يا حبيب قلبي. صفصف الواد عرف طريق قلبي يا سرية من غير ما حد يقوله، من غير ما حد يقوله الوصفة. شاطر يا حبيب قلبي، انت ذكي زيي، لماح زي جدك، راجل وسيد الرجالة زي ابوك. يا رب ما تكونش ورثت حاجة من البقرة دي. اللي كده ده شبه اهو. ثواني يا جماعة، زي ما انتوا. واجب يا حاجة كنت خدتني معاكي وانت جاية عشان أبارك لسرية؟ يخرب بيتك يا سيد، ابنك بقى في حضنك يا سرية. شفتي يا دلال؟ شفتي كرم ربنا؟ بسم الله ما شاء الله. تعالى حبيبي في حضني، وأنا بردك زي أمك. صفصف. الو، ايوه يا جعفر. صوتك واطي كده ليه؟ اصل انا رحت عند الواد سيف في البيت، والبيت لدلال طبت علينا. عرفت من ايه؟ مش مهم عرفت منين يا جعفر. بقولك عرفت منين يا ام؟ اكيد الواد سيد وقع معاها في الكلام، بس وحياد وحياد غلبتي عندك ما تعمل له حاجة. الواد مش ناقص يا جعفر. سيد عرف منين يا أم؟ أخوك ولازم يفرح له. خلي بالك من الواد يا أم، لا حد يأكل ولا يشرب من إيد دلال. سامعة؟ إيه يا واد؟ أنت مكبر الموضوع كده ليه؟ لا مكبر ولا مصغر يا أم، دلال اللي عاملة كل حاجة. دلال قص البلاوي كلها. دلال اللي كذبت علينا وقالت لنا إنها حامل وسقطت نفسها وهي ما بتخلفش يا أم. دلال اللي كانت مأجرة بلال شما يخطف الواد يا أم. محدش ياكل ولا يشرب من ايديها لحد ما اجي. يا أم خلي بالك من الواد، مش بعيد تقتله. صبتي تعرفش يا سيف امك كانت عامله ازاي من يوم ما اتخطفت؟ صدق انك فاكرك ميت. الله يسر. ما تاكل ابنك يا سرايا. يلا بسم الله كلنا مع بعض. خدي الاول من ايد خالتك دلال. خدي يا حبيبي. اه اه في ايه؟ لا خدي مالك يا حاج في الواد. في ايه؟ مالك؟ اه استهدي نفسي. براحتك براحتك. اه الولد مالك؟ اه ما هو كويس. اه يا حاجه مالك؟ اه يا هات 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 شويه ميه. نفسي. خدي يا خالتي، خدي اشربي ميه. صايمة. ربنا يتقبل يا حاجه. الله يخرب بيتك يا حاجه. انا عملت ايه؟ احتياطي. تعبانه. خلاص يا حاجه معلش. تعبانه. معلش معلش تعبانه. اه ريشي
ريشي طبقه عليه. سلامت ريشك يا حاج، سلامت ريشك يا حاج، ما تزعليش سلامتك. بس انت ما فيكش اي شبه من جعفر. سبانة قريبه من بعض. وجعفر عارف ازاي ان انت ابنه؟ لا ما معرفش، انا عرفت انا فروحت بلغته. وانت عرفت ازاي؟ من ام الله يرحمها كانت كبالي في وصيتها ابوك اللي بتدور عليه طول عمرك هو جعفر العمده. برضك اتاكد ازاي ان انت ابنه؟ مش يمكن امك بتكذب؟ لا ما انا امي ما كانتش كذاب. ما خلاص بقى يا دلال ما تتكلميش عنها الله يرحمها كده، ده كان بيحبها قوي برضو. امال لازم يحبها، ما هي اللي ربته. بس برضو عايز اعرف جعفر اتاكد ازاي؟ عملنا لمؤاخذه التحاليل دي ان ايه يجب. طب امك، امك ما كفايه بقى يا بنت يا دلال. هو ايه السؤال؟ سؤال انت بتسال كل الاسئله دي بس زمان اخذ البكالوريا. ما تتهدي بقى. اه بريحك، عايزه اطمن. اه لا ما تطمنيش. استهدي بالله يا حاجه، استهدي بالله. تعبانه تعبانه ودي دو 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 خلاص ما فيش احساس. عماله اتحايل عليكي بقى لي ساعه اقول لك تعالي نروح مستوصف وانت مش راضي. انا عايزاكوا كده حواليا قاعدين مبطوطين كده معايا، مش عايزاكوا تتعتعوا. الله حاضر. حاضر يا حاجه، حقك عليا. قول لي يا سيف المطبخ فين اقوم اعمل شاي؟ شاي؟ شاي ايه يا بت؟ الضغط زمانه عالي. شاي انت عايزه تموتيني يا بت يا دل؟ ما تتلمي بقى. الله تعبانه. خلاص خلاص تعبانه يا ناس. اه يا ريشي يا اما انا زعلانه منك يا جعفر. كده تخبي عليا خبر حلو زي ده؟ هو انا يا اخويا غريبه؟ اه غريبه. وما غريبه الا الشيطان. مالك يا اخويا في ايه؟ كل كدبه وليها اخر دلال. كدبه ايه؟ كلك على بعضك كدبه، مفيش حاجه واحده في حياتك صدق. استهدى بالله يا جعفر، هو في ايه؟ تخيل يا صرايا تنام على فرشة شطانة السنين دي كلها وانا ما اعرفش. تمثل انها سقطت ياما وهي ما بتخلفش، اللي كانت عايزه تموت عايده. دلال اللي اجرت بلال شمع عشان يخطف ابنك يا صرايا. انت بتقولي دي دلال؟ انت يا واطيه انت تعرفي تضحكي علينا كلنا؟ انت اكيد غلطان صح؟ اكيد غلطان. دي دلال كانت بتعيط على فراق سيف ابننا اكتر مني. ده احنا كنا بنقعد على كنبه واحده نشكي همنا لبعض. وليلو وليلو يا سرايا. يا بنت انت لسه فيكي نفس. انت جنس ملتك ايه؟ يا بنت انا شايفك بعيني وانت بتقتلي الراجل الوحيد اللي عارف مكان ابني. ابني اللي كنت بتتمنى انه يفضل ميت. ابني اللي بتتمنى انا وامه وقلبنا يفضل محروق عليه العمر كله. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده يطلع منك انت؟ عملت فيا كده ليه وانا كنت بترمي في حضنك انت؟ بصلها يا بنت. بترمي في حضنك. بصلها. كل يوم. رد على صاحبتك. تحس ان انت بتشوفيني بتقطع كل يوم. شفت مني ايه وحش؟ يا بنت انا ما وريتكيش غير عزه وكرم. عمري ما طالب مني اذيه ولا شر. لو كنت امانك يا دلال ما كنتش عايزه اشاركني فيك. ما كنتش عايزه اشاركني فيك يا جعفر. انا عملت كده عشان بحبك. يا حرام يا ابو ده حب. بتحبيني تحرقي قلبي؟ تحرميني ابن ابني 19 سنه. منك لله منك لله قهرتينا كلنا. قهرت ابني على ضناه. تخليه يقضي نص عمره يدور على ضناه. وتخليه يشك في اخوه يشيل منه. انت حربايه حربايه عرفت تتلون وتعيش في وسطينا وعادي ومكمله الايام عادي كده. الله لا يسامحك ويسامحك يا ابن بطني انك جبت لنا واحده من بيت ما يعرفش يعني ايه حاجه نظيفه. ملوش علاقه ببيت ياما، ولا ليه دعوه بدين ولا ليه دعوه بخلق ربنا كلهم. زرع شيطاني، زرع اتسقت بالغل والكره. غل؟ أنهي غل ده اللي يخلي واحدة تدوس على عشرة والعيش والملح؟ أنهي غل اللي يخلي واحدة تستقوى وتظلم فيا أنا كده؟ كنت بتعرفي تعمليها إزاي؟ ها؟
رد عليا، كنت بتعرفي تعمليها ازاي؟ انت كنت بتقعدي تاكلي وتشربي وتضحكي وتنكتي معايا كل يوم وتدخلي تنامي عادي عادي. كان بيجيلك نوم ازاي وانت عامله فيا انا كده؟ 19 سنه تحرميني من ابني. طب الواد ده ذنبه ايه؟ تحرميه من ابوه 19 سنه ليه؟ ذنبه ايه؟ انا اكتر واحده في الدنيا حبيتك يا جعفر، محدش حبك قدي، انا بس اللي حبيتك وانا بس اللي خفت عليك، ولا حتى هو ولا هم، بس انا هريحك مني. اوحش، انا هموت نفسي، هموت نفسي عشان ترتاحوا كلكم، هموت نفسي يا جعفر، هموت لك نفسي واريحك واريحكم كلكم مني. عندك حق، هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتريحنا منك. يلا يلا موتي نفسك. لو موت نفسي هتعرف تعيش من بعد يا جعفر؟ اه لا يا جعفر، انا بحبك وغيرت لما روحت اتجوزتها وانت بتحبني انا، غيرت لما راحت خلفت لك الواد وانا طلعت انا ما خلفش. ابوس ايدك يا جعفر، ابوس ايدك، انت خلاص لقيت ابنك وزي الفل اسم الله عليه. سامحني سامحني يا سرية والنبي، سامحني يا حاجة، ما تزنيش يا جعفر، ما تزنيش، انا ما اعرفش اعيش من غيرك. انت طالع يا دلال، طالع بالتلاتة. هي دي دلال يا باشا، دلال حماده فتح الله. امشي امشي يا جعفر. امسكي فيها ايه؟ جعفر عايز انا احميكي؟ لا يا جعفر، جعفر ما انت استخسرت الحمايه في نفسك. في ايه يا جعفر؟ افهم بقى. مش مرتاح يا امه، مش مرتاح، حاسس ان وزني ايدي خاف وقلبي فاضي. ده انا اللي قلبي وعقلي خفوا منك يا ابن بطني يا جعفر. ربنا رجع لك ابنك بألف سلامة وخلاص اطمنت عليه وهتخويه، ايه اللي ناقصك يا جعفر؟ رجوع ابني ليا يا اما اشبعني قاب والفضل ربنا. سرايا لوحدها يا أمه، مع إني بحبها ما أشبعتنيش كزوج، فاهم أنا بقول إيه؟ ده أمك غبية. قلبي طرد الخاينة خلاص، طرد الغدارة، ملايكتنا طردت الوحش، غارت في داهية دلال، نرجس وعايدة ذنبهم إيه؟ طب يا أخوي ما هم ملايكتك، ما تطردهم كلهم وكفاية واحدة يا جعفر. مش بمزاجي يا أمه، والله ما بمزاجي يا أمه، أنا كان عليها أعيش مع سرايا لوحدها، بحبها بس وجودها لوحدها في قلبي بتلق يا أما مش مليان. يا حبيبي وحشوني يا أما، فراقهم وجعني، أنت الوحيدة اللي حاسة بيا. يا أما منبه قلبي بيدق في ليلة كل واحدة فيهم غصب عني، رفينا اللي خلاني بحبهم يا أمه أوي أوي يا أمه أوي.